بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. سلطة، كلمة مهمة جدا جدا جدا، لأنه حلقة النهاردة عنوانها سلطة. والله زي ما بقول لحضراتكم كده، سلطة. ومش أنا اللي بقول ده، الخبير الأجنبي رئيس لجنة الحكام البرتغالي فيتور ميلو بيريرا. أخيرا سمعنا لهذا الرجل كلمة، وأول كلمة قالها سلطة. طب إيه حكاية السلطة؟ خلينا نبدأ حكاية السلطة من أولها. بيريرا بعد تأجيل المؤتمر الصحفي بتاعه للحديث عن استراتيجيته للموسم الجديد، طلع في حوار امبارح مع الزميل العزيز سيف زاهر على قناة أون سبورت، واتسأل سؤال مباشر. سيف، كابتن سيف، سأله سؤال مباشر: تقييمك إيه لأداء الحكام ولجنة الحكام في الموسم الماضي؟ الحقيقة الراجل ده ابتدى يعجبني، لأنه قال كلمة معبرة جدا، قال سلطة. سلطة إجابة عجبتني لأنها الحقيقة، ولأن لما الأهلي بيصدر بيان واتنين وتلاتة ويخاطب اتحاد كرة القدم مرة واتنين وتلاتة لتطوير التحكيم، ساعة لما النادي الأهلي أصدر هذه البيانات سواء لاتحاد كرة القدم أو للرابطة أو للمسؤولين عن هذا الأمر، الناس قالت لك إيه؟ الأهلي بقى هيفضل يتكلم عن التحكيم ليه؟ وبيضغط على التحكيم ليه؟ يا جماعة، الأهلي لا يضغط على التحكيم، الأهلي لا يتكلم على التحكيم، الأهلي يحاول أن يطور من التحكيم لصالح كرة القدم، لصالح النادي الأهلي ولكرة القدم المصرية. الأول لكرة القدم المصرية، وبعد كده لكل الأندية اللي منهم النادي الأهلي أو كبرهم النادي الأهلي. ما الأهلي خد الدوري. آه خدنا الدوري، تهيألي يا حضراتكم كل الناس بعد ما نلاقي يشجع اللي قاعدين بيتفرجوا علينا عارفين إن إحنا خدنا الدوري. ولكن طوال الدوري، على الرغم من انت خدت الدوري، عندك اخطاء او ضدك اخطاء تحكيميه، ولما ما بيكونش فيه رد فعل الاخطاء بتزيد لغايه لما بتفسد البطوله نفسها. فالحمد لله ان كلام هو النادي الاهلي قال سلطه، ولكن قال سلطه بطريقه مهذبه، سلطه بطريقه محترمه، قال سلطه يا جماعه الموضوع سلطه، ولكن في بيانات. أنا بتكلم على لجنة الحكام هنا. هاتولي بيانات النادي الأهلي اللي فيما يخص التحكيم يا شباب، حضروها لي كلها. على الأقل الاثنين الأخرانيين. فالنادي الأهلي كان بيقول لهم يا جماعة لازم ننظر للتحكيم، لازم ننظر للناس اللي بتشتغل في الفار أو الحكام اللي بتشتغل في الفار، تحديدًا أهو راجل النادي الأهلي رايح للمشكلة مباشرة، لازم نبص على الحكام، لازم نطور من أدائهم، لازم ندي لهم فلوسهم اللي احنا كأندية بندفعها. فدلوقتي رئيس لجنة الحكام فيتور ميلو بيريرا طلع وقال هذا الكلام، وقال إن لجنة الحكام كانت بتدار بطريقة مش عاجباه. والحقيقة أنا احترمت الراجل ده جدا، وأنا بحيي كابتن سيف زاهر الحقيقة على هذا اللقاء، لأنه كان الفترة اللي فاتت هذا الرجل كان بيراقب، واضح من الكلام اللي بيقوله أنه كان بيراقب، وأنه من الموسم القادم هو المسؤول مسؤولية كاملة عن إدارة لجنة الحكام وشؤون الحكام، خصوصا في الدوري الممتاز ودوري المحترفين. هتكلم بعد شوية عن دوري المحترفين والتطورات الخاصة بيه والردود الأفعال على حلقة امبارح. ولكن المهم، يعني بيريرا بيقول إن الحكام اللي تخطوا السن هيكونوا موجودين لإدارة مباريات في دوري المحترفين اللي هو القسم الثاني ألف، لكن الدوري الممتاز هيكون له مجموعة حكام مميزين، من هو شايف مجموعة حكام مميزين. بيريرا قال أو ملخص كلامه أنه هيعمل زي أوروبا، مجموعة حكام مميزة للدوري الممتاز، ومجموعة تانية مختلفة لدوري القسم الثاني، ومجموعة مختلفة للثالث والرابع. يعني مجموعة بالعقل، الأفضل والأحسن والأميز هيبقى في
الدوري الممتاز، ثم الأقل خبرة، فالأقل خبرة في الدوريات الثالث والرابع، واللي بياخد خبرة بيعلى شوية، زي الدوري المحترفين اللي احنا بنتكلم عليه. ازاي الفرقة تصعد من الثالث للممتاز؟ نفس الكلام على الحكام. ما ينفعش حكم بيحكم في القسم الثالث او الرابع ويدير في الدوري الممتاز. هي دي نفس القصة بالمناسبة. فالراجل كلامه، بدايات كلامه عجباني جدا، والحقيقة كان واضح وصريح في كلامه، وانا بحييه، مع ان انا كنت ضده الفترة اللي فاتت، ولكن انا اهو، او مش ضده، انا اسف، ولكن انا كنت ضد اختفاء هذا الرجل. اتضح ان هذا الرجل عنده فكرة بيحاول يطبقها، من بحيث ان هو قاعد بيعملش حاجة، اتفرج هنا فلان غلطان نص نص، هنا ها ها ها، قعد يجمع 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 لغايه لما قال لك دي سلطه. لانه كده الحقيقه انا بحيي هذا الرجل فيتور بيريرا مره اخرى على الكلام اللي قاله. انا لسه ما شفت الشغل، ولكن على الكلام اللي قاله، لانه بهذا الكلام اكد كل تخوفات مجلس اداره النادي الاهلي. والحقيقه انا الحاجه الوحيده اللي كانت ناقصه في حواره امبارح مع كابتن سيف زاهر، كان نفسي يتكلم بشكل مفصل عن تقنية الفار واللي بيحصل فيها، النقطة، وصل الخط، وصل الخط غلط والخط صح، أصل الخط عامل كده، أصل الخط مايل كده، والأفلام اللي احنا عمالين بنسمعها دي. كان نفسي زي ما قال إنه عنده الشجاعة يطلع ويتكلم إن الموسم القادم لما يكون فيه أخطاء، وطبيعي هيكون فيه أخطاء، يطلع يتكلم ويحلل الحالة ويقول، يعني هو شاف ان في مباراه اهلي وزمالك مثلا فيها خطا، يطلع على حاله، يطلع على فيديو زي كلاتنبرج ويحلل الحاله ويقول الحكم اللي بيغلط مش مهم العقوبه قد ما المهم انه يدي فرصه للحكام الواعدين والمتميزين مكان اللي بيخطا. والموضوع ده مهم جدا وعايز اقف عندها، بس احب اقول لك يا مستر بيريرا ان لما كلاتنبرج عمل كده وقرر يبعد احد الحكام، انا اسف ان انا هحكي لحضراتكم قصه انا عارفها وتاكدت منها من مصدر واثنين وثلاثه واربعه ومن الحكام نفسها او من الحكم نفسه. في حكم تكررت اخطائه، فكلاتنبرج ايام كلاتنبرج، فلما كلاتنبرج تدخل او كلاتنبرج شاف شغله، شاف ان الحكم ده اخطا في بعض قراراته خمس مرات ورا بعض، عملوا ايه؟ هناك البعض تدخل في عمله، وبسبب الواقعة دي وبسبب الهجوم المستمر عليه قرر ان هو يمشي. طفشوه يعني. فيا ريت يا مستر بيريرا تاخد بالك وورينا همتك ان شاء الله الموسم اللي جاي. وانا هحكي لحضراتكم هذه الواقعة اول مرة تتحكي بتفاصيلها. هذه الواقعة كانت جزء من اهم اسباب رحيل كلاتنبرج عن رئاسة لجنة الحكام. كلاتنبرج زيه زي أي رئيس لجنة حكام محترم بيبعت تعيينات الحكام على الميل أسبوعين بأسبوعين. فكان في حكم عمل خمس أخطاء ورا بعض من بداية الدوري، فكلاتنبرج قرر إن هو يعاقبه ويبعده عن المباريات في الدوري الممتاز. واحد غلط فبيتم عقابه. طيب، جت مباراة سموحة وبيراميدز، كلاتنبرج كان عين لها كابتن محمود ناجي. فجأة كلاتنبرج لقى مكالمات كثيرة جدا من اتحاد الكورة على تليفونه، ولما رد على أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لقى بيقول له إحنا غيرنا بس حكم ماتش سموحة وبيراميدز وحطينا فلان. حضراتكم أكيد بقى لو دورتوا هتعرفوا. المهم كلاتنبرج اتعصب على الراجل اللي بيكلمه، على عضو مجلس الاداره اللي بيكلمه، قال له ازاي انا احط حكم واستبعد حكم بسبب خمس اخطاء متتاليه وعدد له الاخطاء في المباريات اللي فاتت، وانا شايف ان هو لازم يبعد، هو حكم كويس بس لازم يبعد شويه، فعشان كده انا عينت محمود ناجي لهذه المباراه، وانا مش عايز حد يتدخل في شغلي، انا شايف الحكم اللي عمل خمس اخطاء ده، بالمناسبه هو قال كده، قال انا شايف الحكم اللي عمل خمس اخطاء ده حكم كويس جدا، ولكن هو عمل خمس اخطاء فلازم يتجنب، لازم يطلع بره المنظومه شويه وبعدين يرجع تاني. فعضو اتحاد كره القدم قال له ايه؟ قال له اصل عربيه الفار في اسوان
وممكن تتأخر وما ينفعش، فلازم نحط الحكم ده مكان كابتن محمود ناجي علشان يقدر يمشي الماتش من غير فار. الواقعة دي أنا بهديها لبريرا عشان يعرف كيف وصل وضع التحكيم قبل ما يجي كان شكله إيه، مش بس سلطة بالمناسبة. وقلنا قبل كده مليون مرة إحنا أول الداعمين لتجربة وجود خبير أجنبي سواء لرئاسة لجنة الحكام أو لتطويرها ولمتابعة أداء الحكم طبعا، وسنظل داعمين بالمناسبة، ولكن بدون أي تدخلات. أنا مش جايب راجل بديله دولارات خلاص اتحاد كرة القدم وتدخل في شغله. هو الراجل كلاتنبرج السابق قال على الحكم إن الحكم اللي عايز يوقفه في مباراة سموحة وبيراميدز قال لهم أنا هو حكم كويس بس عمل 5 أخطاء لازم يتعاقب، عشان كده ما ينفعش يحصل اللي حصل الموسم اللي فات. ولكن أنا هنا تحديدا عندي نقطة لازم أقولها، وأنا عارف إن في بريرا بالمناسبة كل حاجة بيتم الترجمة ليه توصله، بيترجموا له الكلام ده ويوصله له. بريرا قال امبارح وبشكل واضح مع كابتن سيف زاهر، انت بتقول ان انت، هو بيقول يعني بريرا بيقول ان هو ما بيتدخلش في اختيارات الانديه لمدربينها ولاعبيها، فمش عايز الانديه تتدخل في لجنه الحكام. يا نهار اسود، هو بجد؟ هو في نادي بيتدخل عشان يحط حكم؟ انا الحقيقه الجمله دي ما فهمتهاش. هو يعني بيريرا بيقول يا جماعة أنا ما بتدخلش في تعيينات المدربين، فمش عايز حد من الأندية يتدخل في تعيينات الحكام. أنت بتتكلم بجد؟ حاجة غريبة جدا. يا ريت لو في أندية يا جماعة بمنتهى الهدوء أهو بتتدخل في عمل لجنة الحكام حد يطلع يقول لنا، أو لجنة لجنة الحكام تقول لنا، أو اتحاد الكورة أو بيريرا نفسه. لكن يمكن قصده بيعترض، اصل استحاله يقول كلمه زي دي في سياق الحديث، استحاله يقول كلمه زي دي. فممكن يقول اعترض، يعني مثلا الاهلي بيعترض على اخطاء التحكيم وبيطالب بتطوير المنظومه، مش اليومين دول ده طول الوقت. وبالمناسبه لما اي نادي في مصر يقول يطور اداء الحكام ويشتغل بشكل افضل، حاجه حق للنادي الاهلي ولكل الانديه. فبالتالي حضرتك مطالب بالتطوير، مطالب بإننا نشوف مستوى أفضل للحكام في الموسم القادم. لكن من فضلك الكلمة بتاعت الأندية دي غريبة جدا، أتمنى إن حد يطلع يفسرها لنا. قد تكون الترجمة غير صحيحة مثلا، أنا ما شفتش المقطع يعني، ولكن قد تكون الترجمة غير صحيحة مثلا. هو لأنه بريرا له الحق المطلق الحقيقة في العمل بحرية في لجنة الحكام، ولكن يورينا التطوير والمستوى الافضل للحكام في الموسم اللي جاي، لانه بالشكل او بالكلام اللي انا شفته امبارح مع كابتن سيف زاهر، لا الراجل ده هيعمل حاجه كويسه. وجهه نظري ممكن تطلع غلط بالمناسبه، لكن اللي بيعمله واللي قاله الراجل ده كلام كويس اللي قاله امبارح. بس لو سمحت مستر بريرا، لو في اي نادي في مصر من الأندية الدوري القسم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، لو في أي نادي من هذه الأندية تدخل في عملك يا فندم، يا ريت تطلع تقول لنا. حضرتك ما ينفعش ترمي كلامه وخلاص. وبعدين احنا صابرين بقى لنا 4 شهور حضرتك بتتابع ويعني شايف لجنة الحكام ومشاكلها وأخطاء الحكام واللي الحكام عملوه، وحضرتك او انت يعني بنفسك اللي قلت سلطه. عايزين نشوف الشغل، عايزين نشوف التطوير في الموسم اللي جاي. يا عم اسلام، انت الاهلي واخد الدوري. حبيبي واخد الدوري، ولكن الاهلي دائما لا ينظر تحت رجله. الاهلي ما بينظرش تحت رجله، لا، الاهلي دائما بينظر لتطوير التحكيم عشان خاطر مصر، ومصر اللي بتضم النادي الاهلي وبقيه الانديه. فأتمنى الكلام اللي قاله بريرا امبارح كلام محترم جدا، معظمه أو كله فيما عدا
النقطه بتاعت الانديه اللي بتتدخل في لجنه الحكام دي. كان نفسي يعلن النادي ده، هو معروف بالمناسبه، فكان نفسي يعلن هذا النادي، يقول ان النادي ده دخل تدخل في عملي، لكن ما قالش. اتمنى ان هو يطلع يقول لنا. بدايه مبشره بكلام بريرا امبارح مع كابتن سيف زاهر، اتمنى ان تكون هذه البدايه مش كلام فقط، ولكن نتمنى تطبيق الامور عمليا خلال الموسم القادم، لان الموسم القادم صعب جدا جدا جدا. والمفروض اعضاء اتحاد كره القدم دايما لما بيشتغلوا لصالح كره القدم المصريه وليس ضدها. ولا من المفترض ان هل هم بيحاربوا الانديه بعينها؟ يعني معروف مثلا ان كابتن حازم امام نجم كبير من نجوم نادي الزمالك واسطوره كبيره من اساطير نادي الزمالك، وراجل لاعب منتخب مصر وكل حاجه، ولكن عندما يتكلم كابتن حازم امام يتكلم في مصلحه كره القدم المصريه مش في مصلحه نادي بعينه. بركات، كابتن محمد بركات نفس الكلام. كابتن محمد بركات معروف ان هو بينتمي للنادي الاهلي وبيحب النادي الاهلي وشغله كله وحياته كله في النادي الاهلي، وهو عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. طيب كابتن محمد بركات لما بيطلع يتكلم بيتكلم عن مصلحه كره القدم المصريه، ما بيتكلمش عن النادي الاهلي. اذا شاف ان مصلحه كره القدم مع النادي الاهلي فبيقول، ولكن في الاصل ان كابتن حازم امام، كابتن بركات، الناس اللي ليها انتماء واضح دي المفروض ان هي تتكلم بشكل عام. فكان في تويته الحقيقه لميدو بيشكر حازم امام على انه حارب من اجل مشكله لنادي الزمالك. انا لازم اتوقف هنا عشان اسال، هو انت بتحارب من اجل نادي واحد؟ وانا بسال حازم، يعني كابتن حازم انت بتشتغل لصالح كره القدم المصريه؟ ده اللي انا فهمه. يعني لو انا بقيت اتحاد كره قدم، معروف انتمائي للنادي الاهلي وحبي للنادي الاهلي، ولكن انا هنا هشتغل لصالح بلدي. على فكره في اعضاء في مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم ما بيروحوش مقر الاتحاد بقالهم اسابيع. يعني في احد اعضاء مجلس الاداره راح اتحاد الكره امبارح لاول مره منذ شهر ونصف، رغم كل الملفات المفتوحة في الجبلية. وبالمناسبة خليني هنا قبل ما أكمل بقية كلامي في هذا الأمر أحيي الأستاذ جمال علام. يا عم إسلام أنت بتقول إيه؟ أنت بتنتقد الاتحاد ولا ما فيش مانع إن أنا أحيي الأستاذ جمال علام؟ ما فيش مانع إن أنا على الأقل الراجل بيواجه، الراجل بيبقى موجود في الاتحاد أغلب الوقت، لما بتعوزه بيرد على تليفوناته وبتلاقيه، حتى لو بيحاول يفسر للناس، بيحاول عنده منطق وبيحاول يدافع عنه، مش الناس بتختفي وتقفل تليفوناتها؟ بالمناسبة أنا لما الحمد لله والشكر لله لما بكلم أي حد فيهم بيرد عليا وبيكلمني بس أنا بتكلم بشكل عام، ممكن يكون بيرد عليا عشان إحنا قريبين، مش بتكلم على حازم وبركات، خلي بال حضراتكم هنا أنا بتكلم بشكل عام. ف اللي أنا بقوله أنا بحيي الأستاذ جمال علام، ولكن على الجانب الآخر أنا هنا بنتقد أدائه أو أداء المجلس. فمجلس إدارة الاتحاد بيدير ملفاته إزاي؟ أنا نفسي يبقى معايا لقاء مع الأستاذ جمال علام وأسأله هذه الأسئلة. أنا بس حبيت أنوه عن النقطة دي عشان محدش بس يرجع يقول وخلينا نفتكر هذه الأمور. خلينا نفتكر هذه الأمور عشان هنحتاجها قدام شوية، هنحتاجها. محدش يطلع يقول لي مجاملات وادينا مش عارف ايه، ادينا شايفين المجاملات رايحه فين وجايه منين لو هنتكلم بقى. فالحقيقه اتمنى من كل قلبي ان الامور دي تنتهي، وان اعضاء دايما لما كانت الفتره اللي فاتت دي القصص اللي بتحصل وما زالت بتحصل وهتكلم عنها بعد شويه فيما يخص دوري المحترفين، كنت بجد الاستاذ جمال علام ومعاه 2-3 من اعضاء المجلس، معرفش ليه المجلس كله ما بيبقاش موجود. اتمنى ان كلهم يبقوا موجودين، وبالمناسبه مره تانية وثالثة وعشرة ومية كلهم اصدقائي واصحابي، من اول استاذ جمال علام، استاذ خالد دراندالي، لواء حلمي مشهور، الحاج عامر حسين، دكتور ايهاب، دكتوره دينا، الحاج ابو الوفا، الحاج محمد ابو الوفا، كل المجموعه اللي موجوده كلهم، بركات طبعا، كابتن بركات، كابتن حازم طبعا،
فكلهم اخواتي واصدقائي واعرفهم عن قرب وعشت معاهم اوقات كتيره جدا، ولكن انا هنا بتكلم عن اداء. فمره تانيه انا بحيي الاستاذ جمال علام علشان بيعرف يواجه، بيقف قدام الناس وبيواجه وبيتكلم. انا هعمل دوري المحترفين، فانا بحييه على هذا الامر، حتى لو كان هناك بعض الامور الخاطئه بنتكلم فيها واتكلمنا فيها وبننتقدها، ولكن على الاقل الراجل بيواجه واقف بيتكلم. النهارده مثلا على السوشيال ميديا الدنيا مقلوبه عشان استفتاء عاملاه رابطه الانديه عن افضل المدافعين في الموسم الماضي. اللي انا افهمه في هذا الامر، عندما يتم مثل هذا الامر او مثل هذا الاستفتاء، اول حاجه لو انت رجل خبير في هذه الامور هتعمل ايه؟ هبص في الورقه، حاجه بسيطه، او لو مش قادر ابص في الورقه هكتب على جوجل، هكتب على جوجل من افضل فريق في الناحيه الدفاعيه، هيطلع لي مين؟ ما تردوا يا شباب، هيطلع لي مين؟ النادي الاهلي طبعا احسن فريق في مصر دفاعيا، صح؟ يبقى على الاقل على الاقل خط الدفاع يبقى يعني لو خدت اربع لعيبه لازم اخد فيهم واحد من الاهلي، مش هقول اتنين خلاص. لو هتعمل على استفتاء يجب ان تكون بمثل هذه المعايير. طالما حضرتك ارتضيت ان الاستفتاء يكون للجماهير ما ينفعش تعمل غلطه زي دي. مش ذنبي ان الاهلي شعبيته كبيره، ومش ذنبي ان الاهلي لاعبته متالقين، ومش ذنبي ان لعيبه الاهلي متالقين طوال الموسم. مع احترامي لكل هذه الاسماء الرائعه المحترمه، محمود علاء واحد من الناس الكويسه جدا، حسام عبد المجيد رائع، علي جبر واللي موجودين، ومحمد دبش هايلين ورائعين، وحسام عبد المجيد طبعا هايل ورائع وكل حاجه، ولكن حضرتك حاطط اربعه مش حاطط فيهم النادي الاهلي الافضل دفاعيا او لاعب من النادي الاهلي الافضل دفاعيا؟ طب مين هيصدقك؟ طب مين هيخش يصوت على هذه الامور؟ مش يصوت يعني يلطم، لا، مين هيخش يعني يخش على هذه التويته ويكتب؟ على الاقل جمهور النادي الاهلي كله اللي بينجح اي استفتاء مش هيخش. فعشان كده نتيجه الاستفتاء انا بقول لكم من دلوقتي هتبقى غريبه، لكن طالما ارتضيت براي الجمهور في الاستفتاءات خليك محايد وحط لعيبه النادي الاهلي واشوف النتيجه. النتيجه طبعا بالنسبه لي معروفه وبالنسبه لجمهور النادي الاهلي معروفه، وكانت باينه طول الموسم في استفتاءات رابطه الانديه، راجعوها من اول الموسم لغايه دلوقتي وهتعرفوا. المهم يعني الرابطه حست انها غلطت فحبت تتدارك الخطا، فنزلت استفتاء تاني للمدافعين وحطت فيه مين؟ محمد كابتن محمد عبد المنعم، يعني الاربعه الاولانيين وبعدين اربعه تانيين. وانا طبعا متاكد من هذه النتيجه، الاربعه دول طبعا لعيبه كويسه جدا ومحترمه وهايلين، واحمد بكم ومنعم وعمر فايد ده على ما اتذكر، في كلهم الحقيقه لعيبه جامده جدا وهايلين ورائعين وكل حاجه، ولكن انا متاكد ان محمد عبد المنعم هو الافضل في هذا الموسم وبالتالي يستحق ان يكون الافضل. فالنتيجة معروفة من قبل ما تخلص مدة التصويت، لأني متأكد لأنك حطيت محمد عبد المنعم. كمل بقى باقي الاستفتاءات وحط باقي نجوم النادي الأهلي ونشوف. في وسط الملعب، بالمناسبة النادي الأهلي أفضل أرقام في كل شيء. أفضل الأرقام في كل شيء. وأنا هنا ما بقولش النادي الأهلي وأي وخلاص، لا، أنا بتكلم بالأرقام التي دائما الكلمة اللي بنقولها لا تكذب ولا تتجمل. عموما بمناسبة هذا الكلام تعالوا نروح نشوف هذا التقرير. موسم تاريخي هو الأقوى هجوما ودفاعا ووسطا وحراسة مرمى وكل شيء. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد التقرير فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. حلقه امبارح الحقيقه والنقاش الطويل الكبير اللي كان مع الاصدقاء محمود شوقي وعبد الحكيم ابو علم عن موضوع دوري القسم الثاني عملت ردود افعال واسعه جدا الحقيقه، ناس كثيره جدا كلمتني في هذا الامر. على فكره كل واحد كان بيقول رايه، ما كانش في اي حاجه تدعو لكن عدد كبير جدا من الانديه ال 20 في دوري القسم الثاني معترضين وحقهم الحقيقه على نظام الصعود وشكل المسابقه في الموسم الجديد. وهنا بقى تحديدا أزمة جديدة لاتحاد كرة القدم. حصل اجتماع للأندية المشاركة في دوري القسم الثاني النهاردة وتناقشوا في شكل المسابقة، والأندية دي شايفة يعني بيني وبينكم كلام منطقي، كلام منطقي وطبيعي جدا، شايفة أن ما ينفعش تقول اتنين بس يصعدوا والتالت يصعد من تحت زي ما قلت لكم كده، حكم من الدرجة الثالثة ولا الرابعة الأقل فنيا يعني يجي يحكم في الدوري الممتاز. طب خليني اقول لكم المفاجاه، ان اتحاد كره القدم بيفكر يخلي المسابقه دي من دور واحد. يعني ايه؟ يعني يعملوا زي نظام الدوري البلجيكي او اليوناني، ان العشر اوائل العشر الاوائل بعد الدور الاول يلعبوا مع بعض في البلاي اوف، واول وتاني يصعدوا مباشره للممتاز، والتالت يلاعب اوائل مجموعات القسم التالت دوره رباعيه للصعود، والعشرة اللي تحت يلعبوا على الهبوط ويهبط ست أندية. أندية القسم الثاني ناس بتطلب حقها، عايزة دوري من دورين وصعود الثلاثة الأوائل وهبوط الثلاثة اللي في الآخر. شكرا. شكل مسابقة طبيعي. لكن ايه اللفه؟ واصل هنعمل وهنخلي وهنساوي، وبعدين انديه القسم الثاني مش هيتوقفوا في اي حاجه، هيفضلوا يلعبوا على طول، فما عندهمش يعني ممكن يخلصوا بدري، او مش ممكن، ده اكيد هيخلصوا قبل ال وبعدين زي ما قلت امبارح انا فرقه بحارب مع 20 فرقه، مع 19 فرقه غيري في دوري المحترفين، وال 19 فرقه كلهم فرق اسماء كبيره جدا وقويه جدا، غير الدوري الدرجه الدوري المحترفين المستوى الفني فيه غير المستوى الفني في الدرجة الأدنى. فنفسي حد من مسؤولي اتحاد كرة القدم يطلع وبشكل مباشر يشرح للأندية وللرأي العام نظام المسابقات في القسم الثاني والثالث الموسم القادم هيبقى عامل ازاي. نفسي يعني، أنا نفسي دلوقتي يا عمر أقول لعمر يا عمر كلم لنا حد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يطلع يقول لنا مثلا يا جماعة، كل واحد بيقول كلام يختلف عن الاخر، ده عمر بيقول لي خصوصا في نظام الصعود والهبوط، هي ايه المشكله لما نقعد كاتحاد كوره ونتفق ونطلع نقول نبلغ الراي العام او ننور الراي العام ونقول لهم يا جماعه شكل العام السنه الجايه هيبقى كذا وكذا وكذا، ونتناقش يبقى في حوار مجتمعي او حوار مع الانديه اللي النهارده شافت ان تلات فرق يصعدوا وتلات فرق يهبطوا وخلاص. ده الطبيعي يعني، الناس ما بتعملش تخترعش الذره يعني. فدلوقتي الخناقه دي شكلها هتستمر شويه، وانا الحقيقه مش عارف هتخلص على ايه، ما عنديش فكره. هل هتخلص اتحاد كره القدم هيجبر الانديه يعملوا اللي هم عايزينه، يعملوا اللي هو عايزه، ولا الانديه هتجبر اتحاد كره، او بلاش اجبار، بلاش كلمه اجبار لانها كلمه كبيره جدا، لكن هل هيتفقوا على حاجه؟ خلي بال حضرتك الخناقه اللي انا بتكلم فيها دي بقالي اسبوع او اكتر انا وغيري، هو ده كله على شكل مسابقه وليس على شيء اخر، حاجه ما ينفعش ان يبقى فيها خناقه اصلا. ما نشوف، هو الموضوع مكمل شويه، اتمنى ان هو ينتهي ونشوف هينتهي لصالح ايه، اتمنى ان يكون لصالح كره القدم المصريه. خلينا نروح للاخبار النهارده. كابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين بيطمئن على ترتيبات معسكر قطاع الناشئين بالاسكندريه. الكابتن وليد مدير قطاع الناشئين بالنادي الاهلي انهى كافه الترتيبات الخاصه بمعسكر الاعداد الخاص بفرق الشباب والناشئين والذي يقام في الاكاديميه البحريه بالاسكندريه،
استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد. قام الكابتن وليد ومعه أحمد عيد إداري القطاع بجولة في منشآت الأكاديمية التي من المقرر أن تستضيف المعسكر خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس الجاري بمشاركة فرق مواليد 2005 و2007 و2008. كان في استقبال وفد النادي الأهلي الدكتور محمد سعد مدير إدارة التسويق الرياضي والعلاقات الخارجية، والدكتور ياسر مبابي منسق المعسكرات الرياضية، حيث تفقد الكابتن وليد ملاعب الأكاديمية وصالات الجيم وحمامات السباحة وقاعات المحاضرات وأجهزة الاستشفاء. وكمان كابتن وليد عقد جلسات مع مسؤولي الإقامة والتغذية والتجهيزات المختلفة. أشاد مدير قطاع الناشئين بالاستقبال الحافل من جانب مسؤولي الأكاديمية والجهود الكبيرة التي قاموا بها من أجل توفير الأجواء المناسبة التي تضمن نجاح المعسكر وتحقيق أهدافه. الحقيقة أنا بس عايز أقول لحضراتكم حاجة، اللي احنا شايفينه ده بيدل على شيء واحد، واحنا جايبين كل حاجه بتحصل ليه او بنجيب لحضراتكم من خلال قناتكم قناه النادي الاهلي كل حاجه بتحصل ليه، عشان تعرفوا حضراتكم ان محدش لا احد يتوقف على اي كلام بيتقال. اللي عايز يقول ان وليد ما ينفعش، اللي عايز يقول ان اسلام ما ينفعش، اللي عايز يقول ان محمد ما ينفعش، اللي عايز يقول ان علي ما ينفعش، اللي عايز يقول ان عايز يقول حاجه يقولها، ولكن طالما هو من بعض من لا يشجع النادي الاهلي، خد بالك، لانه جمهور الاهلي لما بيقول حاجه كلنا بنقف وبنستمع بشكل جيد علشان نقدر نحل، لان جمهور النادي الاهلي داعم لناديه في كل شيء، حتى في انتقاده بالمناسبه، يعني حتى في انتقاده جمهور النادي الاهلي داعم لناديه. فعشان كده انا بقول لحضراتكم الشغل مستمر. وليد كابتن وليد سليمان راح شاف المعسكر وهيعمل معسكر الاكاديميه، بالمناسبه انا ده اللي انا كنت هقوله، ان الاكاديميه من المعسكرات، الاكاديميه العربيه يعني، من المعسكرات اللي الواحد كان بيعيش فيها، انا شخصيا عشت فيها فترات طويله جدا. معسكر مثالي مثالي زي ما بقول لحضراتكم كده، من الاكل، اكل وشرب ونوم، طبعا طبعا تمرين صبح وظهر وبالليل واكل وشرب ونوم، لا شيء اخر. معسكر مثالي لكره القدم. عشان كده ان شاء الله اتوقع ان السنه دي هيكون في يعني كالعاده يعني نتائج جيده لقطاع الناشئين. زي ما حضراتكم شايفين المباني حوالين الملعب دي، المباني الاوتيلات اللي الناس بتقعد فيها، احنا كنا بنقعد واحنا صغيرين كنا بنقعد في الاوتيلات دي او النزل او السكن ده، بينه وبين الملعب بتنزل تلبس الشورت والتيشيرت بتوع التمرين وتنزل على الملعب زي ما انت كده، تخلص تقعد في الجيم شويه تعمل شويه وبعدين خلاص شكرا، تريح عشان تصحى تاني يوم او تصحى بالليل تتمرن التمرينه التانيه. اجواء كره قدم مثاليه الحقيقه يعني. وكالعاده النادي الاهلي ممثلا في مدير قطاع الناشئين بيوفر لكل ناشئيه البيئه الصالحه الحقيقه، او البيئه الرائعه لان يكون معسكر مثالي لكل اللاعبين. زي ما حضراتكم شايفين اوضه بسيطه جدا، وعلى فكره مريحه جدا، هي كده من ساعه ما ايامنا، بس كانت طبعا تطورت بشكل افضل. عموما يعني دي كانت جوله الكابتن وليد سليمان اطمأن فيها على ترتيبات معسكر قطاع الناشئين في اسكندريه. استاذ محمد الغزاوي بيقول المقابلات الشخصيه للعضويه مستمره بنظام الاونلاين، احنا اتكلمنا في هذا الامر امبارح، والحقيقه يعني استاذ محمد غزاوي عضو مجلس اداره الاتحاد وعضو مجلس اداره النادي الاهلي وعضو لجنه لجنه العضويه، الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين المقابلات الاونلاين مستمره في كل الفروع، كل الفروع موجود فيها هذه الانترفيوز اللي حضراتكم شايفينها، سواء في وجود الاستاذ محمد الغزاوي او الاستاذ طارق قنديل او دكتور سعد شلبي او الاساتذه في قسم الاشتراكات استاذ محمد رمضان، او حضرتك موجود في مصر او بره مصر، هتقدر تعمل هذه المقابله اونلاين عشان تكون ضمن عائله النادي الاهلي. كابتن حسين الشحات يودع موسم البطولات مع الاهلي بطريقه خاصه، قال طبعا ان هو موسم طويل وصعب ولكن انتهى باحسن شيء بالبطولات. رابطه الانديه تدرس انطلاق الدوري
الموسم المقبل عقب معسكر المنتخب الأول. منتخب مصر يتلقى عرضا لمواجهة الجزائر وديا في أكتوبر القادم. ويعني الأيام اللي جاية دي واستكمالا لمتابعتنا لكل ألعاب النادي الأهلي، عندنا استعدادات فريق الكرة الطايرة سيدات في النادي الأهلي. الحقيقة وجهة نظري إن هذا الفريق طبعا خسر، عنده خسارة للدوري وللكاس، ولكن ظلم لأنه خد، على فكرة خد بطولات أخرى، ولكن إن شاء الله هنفضل في ظهرهم لغاية لما كابتن إبراهيم فخر الدين دلوقتي بقى موجود، هو المدير الفني لهذا الفريق، إن شاء الله يبدأ يعمل معاهم شغل كويس. زي ما قلت لحضراتكم يوميا كده هيبقى في عندنا، هنروح لكل الألعاب ونشوف إيه أهم استعداداتهم أو آخر استعداداتهم، وهنعرضها لحضراتكم علشان تطمنوا على اللي بيحصل سواء في كرة القدم. كرة القدم من الثلاث أسابيع دول أجازة، وبالتالي الكرة الطايرة والسلة واليد هيكون إن شاء الله موجودين معنا خلال الفترة القادمة. خلينا نطلع نشوف هذه اللقاءات وآخر استعدادات سيدات النادي الأهلي في الطائرة بعد كده فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن أحمد صديق اللي هيكون ضيفي في البيت الكبير. الحمد لله طبعا احنا يعني بدايه الموسم لسه، يعني لسه بدايه اول شهر لينا في التمرين، عندنا اغلب اللعيبه موجودين حاليا في المنتخب الاول ومنتخب الشابات اللي موجود دلوقتي بيلعبوا مباريات، بنتابع الناس اللي بتلعب بره، وحاليا يعني مع الجزء الموجود عندنا عددهم قليل، لكن بنحاول نرفع من مستواهم بحيث نتساوي مع الناس اللي بيتمرنوا مع المنتخب، بحيث لما يرجعوا الاثنين يتقابلوا مع بعض في الموسم، يعني ان شاء الله يكون موسم كويس، وربنا يسهل لنبادي يكون احسن من الموسم اللي فات ان شاء الله. الموسم اللي فات احنا ما كناش موجودين، فيعني احنا بس متابعتنا ليها ان المشاكل اللي موجوده ان في نهايه الموسم حصل نوع من انواع المستوى البدني، هو ده اللي عمل مشكله، فرق كبير بالذات ان كانت اللعيبه المحترفه برضو جالها اصابه في وسط الموسم، وعشان ترجع تاني لنهايه الموسم فكانش تقدر توصل للمستوى المطلوب منها. كذلك آية الشامي اللي هي الضريبه الاساسيه عندنا من المركز 2 حصل لها اصابه برضو في قلب المباريات وتحملت على نفسها ولعبت، ففي شويه مشاكل في الاغلب هي مشاكل بدنيه، الا فنيا هم عاليين جدا فنيا، والا المنتخب المصري يبقى مش هيستفيد حاجه من النادي الاهلي لو ما كانوش فنيا عاليين. احنا طبعا اللعيبه كلها اغلبيتها في المنتخب، احنا حوالي 6 أو 7 لعيبه، طبعا في سيستم جديد خالص يعني ما كناش ماشيين عليه السنين اللي فاتت، في سيستم جديد، في طريقه تمرين جديده، في طريقه حتى كمان احمال جديده ماشيين عليها. بإذن الله السنة دي احنا بادئين بداية قوية جدا، كل اللعيبة مركزة وكل اللعيبة عندها هدف يعني تحققه السنة دي، بإذن الله نقدر نحقق الثلاث بطولات بإذن الله اللي احنا متعودين عليها. إن شاء الله ناويين كلنا إن احنا نبتدي بداية قوية السنة دي إن شاء الله، طبعا نتيجة اللي حصل السنة اللي فاتت وإن آخر السيزون ما كانش أحسن حاجة بالنسبة لنا، بس فبدأنا بقالنا فترة شغالين دلوقتي كلنا كويس أوي، طبعا في مجموعة كبيرة أوي في المنتخب، بس المجموعة اللي موجودة دلوقتي كلها طبعا بتجهز وكلنا شغالين فيتنس وفولي الاثنين مع بعض، وإن شاء الله عشان نبتدي لما كلنا نكمل نبقى كلنا جاهزين إن شاء الله. يعني احنا لسه بادئين من شهر مثلا، بنتمرن 5 أيام في الأسبوع، بس احنا زي ما انت شايفه احنا الفرقه ناقصه كتير قوي في المنتخب، بس احنا هنا بنحاول الناس اللي مش هناك يعني بنعوض بالتمرين هنا سواء جيم او فولي علشان لما يرجعوا نبقى كلنا اون ذا سيم ليفل. احنا بادئين الحمد لله كويس قوي، بس في ناس كتير مش موجوده عشان في المنتخب وكده، بس احنا برضو يعني الحمد لله شغالين على نفسنا كويس، السيزون ده مش هيبقى سهل، هيبقى اصعب من اللي فات كمان، فبنحاول يعني نجهز عشان نبقى نطلع احسن حاجه عندنا يعني ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد صديق. ازيك يا ابو حميد؟ ازيك يا كابتن؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كابتن، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله كابتن، فترة معايشة طويلة مع مستر كولر، مش طويلة قوي،
يعني تقريبا شهر يعني. طب شهر لا او اكتر من شهر يعني. يعني بس وبعد فتره المعايشه مباشره كابتن حسام البدري انتقل من نادي في تونس. اللي كان شغال فيه في تونس الصفاقسي وبعد كده ده اعتقد راح نادي الزوراء الزوراء العراقي وبالتالي اول حاجه عملها ان هو طلب كابتن احمد صديق معاه. طبعا كابتن صح الكلام ده يعني الاول طبعا سعيد بوجودي معاك النهارده والتوفيق دايما كده. الحمد لله كابتن يمكن انا سعيد طبعا بحاجه زي كده. كابتن حسام اسم كبير جدا طبعا وكان ليا الشرف طبعا ان انا اشتغلت معاه في الجزائر في وفاق الصيف يمكن بس سفريه تونس دي ما كانش انا كان عدم تواجدي او تواجدي كنت في دبي كنت باخد دورات السيزون قلت حاجه قبل كده لكن الحمد لله لقيته يعني كان في تواصل بيني وبينه دايما لان انا على المستوى الشخصي كمان من الناس اللي بحترمها جدا جدا. انا عارف كمان قبل ما تكمل انا كنت عارف ان انت رايح فريق هنا في الدوري. والله يا كابتن الحمد لله يمكن كان في اكتر من عرض بالنسبه لي في الممتاز به مجموعه بحري ومجموعه الصعيد وكان كمان مؤخرا كان في فرقه في مجموعه القاهره لكن اولا ما اقدرش اتاخر على كابتن حسام لان ده شرف ليا وفي نفس الوقت بستفاد كتير جدا جدا على المستوى الشخصي طبعا. لان زي ما بقول لحضرتك فتره الجزائر دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي استفدت من كابتن كتير جدا وكابتن من الناس اللي بتدي مساحه في الشغل كبيره قوي قوي فتبقى سعيد وتحس ان انت كل يوم بتتعلم حاجه وبيضيف لك حاجه. في ناس بتقلق اصلا خلي بالك. طب في والله يعني في واحد يجيبك او كل حاجه بس ما يدكش مساحتك. لا ما بص يا كابتن انا عندي وجهه نظر في القصه دي بشكل عام يعني انا بحس ان المدرب اللي عنده ثقه في نفسه برافو عليك بيدي مساحه لاي حد يشتغل معاه. لان النجاح يا كابتن ما ينفعش ما فيش واحد ينجح لوحده صحيح. دي مجموعه يعني ده وما عندوش 20 عين يعني بالظبط لازم لازم يبقى في بس هي الفكره كابتن انا عندي ثقه بالعكس هدي المساحه لكل الناس اللي شغاله معايا لان هم بيساعدوني فانا بنجح والنجاح بالنهايه بيبقى لينا كلنا. فالكابتن الامانه من يعني من الناس اللي ادتني مساحه كبيره جدا 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 في الشغل يا كابتن سامي بجد والله مش بقول الكلام ده يمكن احنا على الهوا يمكن انا مش بقول الكلام ده لاي شيء الحمد لله انا يمكن لا انت كنا بنحكي انا وانت قريب قريب جدا كنا مع بعض كده حتى بره الهوا يعني بره الهوا كنا بنتكلم. الكابتن من الشخصيات المحترمه جدا في الشغل يمكن انا اتعاملت معاه وانا لاعب وهو مدرب لكن كمان اتعاملت معاه ان انا كنت معاه في الجهاز فانا سعيد جدا بوجودي معاه ونتمنى التوفيق ويا رب كده تبقى خطوه موفقه لينا جميعا ان شاء الله. يعني تقريبا ممكن في خلال اسبوع او 10 ايام في الحدود اقل من كده. لسه ما بداوش لسه لا لسه كابتن لسه اخر حاجه كان عندهم مخلصين الكاس كان اخر حاجه من حوالي 10 ايام تقريبا يمكن احنا شغالين من دلوقتي الحمد لله يمكن باستمرار مع الكابتن بنشتغل بنشوف الفرقه وهنا كابتن حسام مسافر موجود هنا وبنشوف بنشوف احتياجات الفرقه وبنشوف التدعيمات فشغالين يمكن من اول ما الكابتن كلمني واحنا بالفعل بدانا شغل بشكل كبير جدا جدا يعني حاطين عينكم على حد في اهلي في زمالك في يعني اعتقد كان مثلا واحد زي ايمن اشرف كان لو في والله انا يعني ايمن طبعا من الناس الكبيره من اللعيبه الكبيره جدا وعلي نفس الكلام يمكن بتهيألي اللعيبه دي يمكن اتنقلت قبل احنا قبل ما يمكن اكيد الكابتن لو الناس دي كان فيه فرصه انهم يبقوا متواجدين معانا لعيبه كبيره واسماء كبيره وكانت اكيد هتبقى اضافه يمكن بالفعل الكابتن بيشوف ناس في الدوري المصري وبيشوف لعيبه محترفه لان طبعا نادي الزوراء من الانديه الكبيره في العراق ويمكن اسمه كبير جدا ونتمنى بس ان شاء الله ان احنا نقدر نعمل حاجه تساعد النادي وتساعد الفرق يمكن هم تقريبا بس الفتره الاخيره كانوا بعيد شويه عن الدوري بقالهم تقريبا ثلاث مواسم ما بياخدوش دوري الشرطه تقريبا الشرطه والقوه الجويه لسه واخد الكاس فطبعا هو اسمه كبير جدا فبالنسبه له بيبقى صعب جدا يقعد فتره بعيد عن البطولات واعتقد كابتن مؤمن سليمان كابتن لسه واخد كاس العراق تقريبا مع القوه الجويه من كام يوم كده فكل دي يا كابتن حاجات يعني بتضيف للمدرب المصري وبتساعد اسم المدرب بالعكس كابتن حسام كابتن مؤمن تلاقي ثلاث اربع اسماء يمكن برضه في المغرب كابتن محمد يوسف برضه كابتن محمد يوسف فتره في العراق بالظبط في الشرطه كابتن طارق مصطفى في المغرب عامل شغل كويس جدا كابتن مصطفى واحد من الهايلين كل دي حاجات كويسه جدا يعني كل دي وكابتن ايمن الرمادي في الامارات فتره طويله فكل بس دي رجع خلاص انا بقصد يعني كل دي يا كابتن بحاجات او رجع لغايه دلوقتي فطبعا انا سعيد جدا بالتجربه دي ويا رب كده نبقى موفقين فيها ونقدر نعمل حاجه كويسه ان شاء الله كابتن باذن الله يا رب. شهر مع مستر كولر شهر صعب اعتقد وتمارين مهمه وكان وقت مهم كمان والله جدا يا كابتن كنت سعيد جدا بالفتره دي واكيد ضافت لي كتير جدا ممكن انا لما اخدت الخطوه دي يمكن تقريبا كنت مع حضرتك بعدها تقريبا او قبلها قبلها على طول قبلها وحضرتك برضو دعمت الموضوع بشكل كبير جدا بشكر حضرتك طبعا لما خدت الخطوه دي خدتها لاسباب كتير جدا الحمد لله اشتغلت مع ناس اسماء كبيره جدا كابتن حسام البدري اسم كبير جدا كابتن تامر مصطفى من الناس اللي اشتغلت معاها وحاجه محترم يعني لما تيجي تقول لا اسم كبير جدا واسم كبير جدا في عالم التدريب كمان فكل الناس دي اضافات فانا لما الاقي فرصه ان انا عندي فرصه ان انا استفاد من اي حد بالعكس هسعى فكان عندي اسبابي واكتر من سبب ان انا افكر في فتره المعايشه
اولا الراجل انا شايف الفرقه كانت معاه اتطورت بشكل كبير جدا على المستوى الفني وعلى المستوى البدني وعلى المستوى الفردي يعني، فكل دي حاجات صحيح. خلتني عندي الفضول ان انا عايز اعرف الراجل ده بيفكر ازاي ويشتغل ازاي. لما الاقي فيه لعيبه تطورت يا كابتن بشكل فردي كتير جدا جدا في المستوى الفني والبدني. ما هو اللعيب يعني انت بس حسين الشحات يا كابتن فني ما تقدرش تتكلم عليه، لكن كان ممكن كان ناقص شويه الحته البدني، عمل البدني او بقت موجوده، فبقينا بنشوف حسين الشحات بالشكل ده. بيرسي تاو نفس الكلام، اصابه في الثانيه في الثالثه. هو بيرسي تاو بالظبط، بيرسي تاو ده اكبر مثل للكلمه اللي انت بتقولها، لان البدني والفني طبعا. فكل دي اسباب خلتني اشوف الراجل طريقه اللعب اللي كان بيلعب بيها اللي بيشتغل بيها 4-3-3، يمكن دي ما كناش مختلفه. وانت قلت الكلام ده صح، الكلام ده قلته قبل كده ان ما كناش متعودين على النادي الاهلي يلعب 4-3-3، لكن لما تلاقي 4-3-3 بالشكل الهجومي ده والشكل الدفاعي المميز ده، فكل دي كانت اسباب خلتني ان انا عايز استفاد من الراجل ده. وبشكر طبعا مجلس الاداره وبشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ لانه كان ليه الدور الاكبر في حاجه زي كده، وبشكر طبعا مستر كولر والكابتن سامي قمصان لان كل الناس ما كانش بتبخل عليا، يمكن حتى كابتن سامي لما بحب اخد اي معلومه وبعد التمرين بيقعد معايا كتير جدا، يتكلم معايا ويشرح لي عندي اسئله بسالها. فكل دي تقول لنا اهم ما يميز هذا الرجل ايه من وجهه نظرك بقى، معايشه لمده شهر تقريبا تمرين صباحي يعني باستثناء المباريات تهيألي صح؟ ما كنتش بتروح؟ لا في المباريات لا. فطوال الوقت تمرين وهكذا. هو في حاجه بس مش عايز اعديها، طبعا عايز اشكر الكابتن سيد عبد الحفيظ على الهواء. لا هنتكلم طبعا يعني كابتن سيد طبعا اتفضل يعني بس اتفضل اكمل يعني فيها فضل. لان طبعا الكابتن سيد يعني تاريخ كبير جدا وشخصيه محترمه جدا. انا يمكن من الناس القريبه ليا وده كان حاجه بتسعدني جدا، لكن صدقني يا كابتن مش فكره شغل اداري بس، ولا كابتن حاجه مختلفه، شخصيه مختلفه حقيقة. والامانه والله يا كابتن والكلام ده ممكن تسال في اي حد غيري، مش معايا انا بس، مع كل الناس حاجه يعني ما بتاخرش عن حد في اي حاجه. صح. تيجي تتكلم بقى كمان على الشغل، يعني انا شايف ان موسم استثنائي للفرقه كلها وللنادي كله بانجازات بتاريخ بدون مشاكل، فكل دي حاجات. فبقول له بشكره على الهواء على الفتره اللي فاتت كلها طبعا، وهو يعني اضافه لاي مكان طبعا، وحاجه كبيره جدا يعني ممكن مش ملاقيش الكلام اللي اقدر اعبر بيه عن، ومش انا كمان اكيد شهادتي تبقى مجروحه في الكابتن سيد عبد الحفيظ لانه تاريخ كبير وحاجه كبيره جدا، لكن اكيد هي دي سنه الحياه، وبتمنى له التوفيق في الخطوه اللي جايه. وفي نفس الوقت ببارك للكابتن خالد بيبو طبعا شخصيه برضو من الشخصيات المحترمه جدا، انا اشتغلت وتعاملت معاها، كان هو رئيس قطاع الناشئين وانا كنت ماسك فرقه في القطاع، فبرضه من الناس الناجحه جدا، واكيد هيبقى ليه ان شاء الله يقدر برضه يكمل المسيره بشكل كبير جدا. وزي ما احنا عارفين دي يعني دي سياسه المجلس الاداره انه جيل بيسلم جيل، واكيد هم بيبقى عندهم اسبابهم طبعا. فيمكن هنشكر الكابتن سعيد وتبارك للكابتن خالد وتبارك لوليد سليمان، كلها حاجات مرتبطه ببعض صحيح. فاكيد مجلس الاداره عنده وجهه نظر في كل الامور دي، بتمنى كابتن خالد التوفيق، وانا يعني على ثقة تامة انه برضه هيقدر يكمل النجاحات دي، لان هو من الناس المخلصة جدا 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 وعنده فكره. وببارك لوليد سليمان طبعا على رئاسة قطاع الناشئين، ودي برضه حاجة كبيرة جدا، وان شاء الله وليد يبقى قدها ويقدر يكمل ويعمل حاجة كبيرة ان شاء الله باذن الله. يعني ان شاء الله ما تقلقوش، مش عايز حضراتكم تقلقوا، ان شاء الله سيد الكابتن سيد عبد الحفيظ يعني هو في اجازة، يرجع من الاجازة ان شاء الله، وان شاء الله تسمعوا اخبار جيدة، لانه كابتن سيد يعني بيتنفس النادي الاهلي، والنادي الاهلي كله بيحب كابتن سيد بمسؤوليه بجماهيره بكل حاجه الحقيقه يعني. ولكن زي ما احمد قال وزي ما اي حد اهلاوي بيقول انه هذه هي سنه الحياه، وبنقول للكابتن سيد شكرا، وبنروح للكابتن خالد ونقول له الف مبروك، وكلنا كابتن خالد بيبو يعني الف مبروك وكلنا في ظهرك، والقادم ان شاء الله، والقادم بالنسبه له اصعب جدا، ولكن ان شاء الله ربنا يكرمه. واحنا دايما احنا كاعلام، واعتقد ان عدد كبير او نسبه كبيره من الجمهور الاهلاوي ينتظر الكابتن خالد بيبو، وان شاء الله كل التوفيق لكابتن خالد وكابتن وليد في كابتن وليد سليمان في شغلهم الجديد ان شاء الله. معلش مش عايز اكون سبقت الاحداث، لكن لا خلاص، ما احنا طالما اتكلمنا فيها لا كان مهم جدا يعني الاثنين. خلي بالك انا عشت مع سيد فترات طويله جدا، انا ليا صوره انا وسيد عبد الحفيظ واحنا عندنا 14 سنة ما شاء الله. كنا في منتخب ربنا يديله الصحة كابتن سيد طباخ تمام، وكابتن سيد عبد الحفيظ كان أصغر مننا شوية يعني، سيد برضو مش كبير قوي، سيد صغير أصغر مني بسنتين ولا سنة وشوية تمام، وكان جاي من النادي الأهلي بيلعب في المنتخب، فلينا صورة بقول لك وإحنا عندنا 14-15 سنة مع بعض، فخد بقى عندك من أول 14-15 سنة لحد دلوقتي ما شاء الله، لغاية يعني أيام قليلة جدا، وبالتالي عمر طبعا. طويل جدا جدا. لما بشوف يوسف ابنه ما شاء الله
بحس ان سيد وهو صغير ما شاء الله. سيد شاكر شعره يوسف شعره احلى. على الجانب الاخر كابتن خالد بيبو عشره عمر برضه من ايام النادي الاسماعيلي ومن قبلها في المنتخبات ومن بعدها في النادي الاهلي. فيعني شكرا لكابتن سيد طبعا. وان شاء الله كل التوفيق لكابتن خالد بيبو. كابتن وليد سليمان يعني كان بيتفرج خطوه مهمه خطوه مهمه برضه يعني حتى لوليد خطوه مهمه واكيد هو يستحقها لانه برضه خد بالك من الناس اللي عندها فكر والناس المجتهده جدا وعايز ينجح. بص يا كابتن اي حد هيبقى موجود اي حد ليه الشرف انه يبقى موجود في اي مسؤوليه واي بوزيشن في النادي الاهلي واي حد هيسعى للنجاح ده طبيعي جدا 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 طبعا. لان الاهلي بيدي الفرصه للناس او المجلس الاداري بيدي فرصه للناس لكن انا عايز استفاد منها او عايز امسك فيها بيديها وسنين زي ما عايز انجح مش هتجيلك كتير كمان بالظبط لا طبعا دي حد هتجيلك كلها مسؤوليه يا كابتن يعني طبعا مسؤوليه كبيره سواء كابتن خالد او كابتن مدير الكوره النادي الاهلي حاجه كبيره جدا جدا طبعا رئيس قطاع ناشئين النادي الاهلي برضه حاجه كبيره كلها مسؤوليه اتمنى لهم التوفيق لان اكيد الموضوع مش سهل الموضوع كبير وكابتن سيد بشكره مره ثانيه طبعا بتمنى له التوفيق يعني يا رب ان شاء الله. طيب خلينا نبدا وكالعاده انا خلال هذا الاسبوع دائما بحتفل ب موسم للتاريخ الحقيقه داخل النادي الاهلي موسم الحقيقه من اهم المواسم اللي حصلت في تاريخ النادي الاهلي بسبب وجود مجلس اداره قوي استطاع او جمعيه عموميه قويه استطاعت ان تختار مجلس اداره قوي مجلس اداره استطاع ان هو يختار اداره تنفيذيه ومدير فني على اعلى مستوى في الاخر خدنا كل البطولات وبالتالي المنظومه كلها قبل كل دول بقى جماهير وفيه بتساند وتدعم النادي الاهلي. اكيد زي ما حضرتك قلت المنظومه كامله يعني يمكن احنا اخر حاجه ممكن نذكرها اللعيبه والجهاز الفني صح كده؟ صحيح مع ان هم الاساس طبعا لكن اقصد هم اخر حاجه مش معنى اخر حاجه ان هم لا بالعكس لا اخر الاختيارات اخر الاختيارات او اخر اللي انت لان لازم كل الحاجات اللي حضرتك قلتها كجمعيه عموميه وكمجلس اداره وكجمهور كل ده يبقى متواجد بشكل سليم او بشكل صحي عشان تقدر في النهايه كمنظومه بجهاز فني بلعيبه تقدر في النهايه تحقق الهدف صحيح فكلها اسباب طبعا عشان في النهايه تقدر تشوف الموسم الاستثنائي ده ويمكن انا ليا وجهه نظر ان قبل ما تكمل في وجهه نظرك انت احنا برضو ما اتكلمناش عن الراجل تمام الراجل ودوره لانه هو ده اللي هيوصلنا للموسم اللي المعمول ما انا بقول لحضرتك يا كابتن الراجل انا لو على المستوى الفني اللي انا عشته معاه في الفتره اللي انا فتره تواجدي ويمكن حتى كابتن من قبل ما ابدا فتره المعايشه لان انا بتفرج على التلفزيون خلاص الموضوع بيختلف يا كابتن دلوقتي بتفرج ان انا راجل في الشغلانه فبتفرج بشكل طبعا بشوف يعني مش بتفرج بعين الجمهور او بعين اللاعب دلوقتي الموضوع مختلف انا راجل في المهنه فعايز استفاد فبشوف كل واحد بيفكر ازاي انت قلت لي قبل كده هي الميزه بالنسبه له كانت الثلاثي وسط الملعب طبعًا. وكيفيه هجوم طبعًا. اليو ديانج او تغيير طريقه لعبه اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية طبعا يا كابتن انا شايف ان دي من اكتر الحاجات اللي فادت الفرقه بشكل كبير جدا 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 خصوصا لو حضرتك تراجع كابتن الشريط بدايه كولر مع النادي الاهلي النتائج كويسه وكل حاجه والاداء كان كويس لكن الشكل ما كانش كده خالص صحيح الموضوع اختلف تماما حتى النواحي الدفاعيه يمكن احنا من بعد مباراه سان داونز يمكن طوال الموسم لو هتحسب موسم مثلا من بعد مباراه سان داونز في النواحي الدفاعيه تقريبا ممكن يكون خمس ست اهداف في اكتر من 20 او 25 مباراه او 30 مباراه فده نجاح تيجي تبص النواحي الهجوميه وبطولات مختلف طبعا وانا بتكلم في كل البطولات لما تيجي تبص كمان النواحي الهجوميه للعيبه للمجموعه او للفرقه بشكل جماعي وللعيبه بشكل فردي لا تقدر تلاقي النهارده حسين الشحات بيسجل بيرسي تاو بيسجل كهربا بيسجل حمدي فتحي قبل ما يمشي كان بيسجل محمد كله يعني انا عايز اقول حمدي. ده نجاح يا كابتن نجاح ان يبقى عندك اكتر من بوزيشن في الفرقه بيسجل سواء ديفندر او صانع العاب او فيرويد او حتى المدافعين محمد عبد المنعم فكل ده بيتحسب نجاح للجهاز الفني ازاي انا اقدر اوصل هو بيعمل ازاي كده بقى من خلال وجودك معاه بص يا كابتن كان انا خلاص كده ممكن نتكلم براحتنا شويه لان انا كان طبعًا. لا انا اقصد كان ليا تحفظ شويه لان انا طبعا كنت ببقى شايف التمرين وكان فيه نقاش وساعتها كان لسه الدوري شغال والمباراه موجوده فكان بيبقى ليا شويه تحفظ يعني صحيح احتراما طبعا لخصوصيه الفرقه ودي حاجه لازم الواحد يحترمها يعني لكن انا حتى كلامي معاه يا كابتن ليه الثلاثه دول يعني ليه الثلاثه بالشكل ده الثلاثه الاسماء اللي هم وسط الملعب ولا مجرد الثلاثه في وسط يعني الملعب يعني حتى خلينا نقولها بشكل افضل الثلاثه الاسماء اوكي ليه لان انا من وجهه نظري لما تتكلم على ديانج فهو نواحي دفاعيه بحته بالظبط ازاي عملت كده حمدي فتحي كان عنده نواحي هجوميه بس ما كانتش بالشكل ده صحيح فكان ده كان محور سؤالي معاه ليه الثلاثه دول بقى الشكل مختلف كده فهو كان ليه رد بالنسبه لي للامانه يا كابتن كان رايي برضو غريب لاني كان اول رد فعله ليا
انا بكلمه ليه احنا بنلعب ثلاثه فازاي الاثنين ثمانيه دول بيعملوا دي كويس قوي النواحي الهجوميه؟ فقال لي لان انا لما اجي افكر على الاثنين ثمانيه دول لازم يكون عندهم النواحي البدنيه عاليه جدا جدا. فبقول له ليه يعني؟ قال لي لان انت بتتكلم في 2 8 لازم يعملوا دي كويس قوي اللي هي الحته الهجوميه ويعملوا الناحيه الدفاعيه كويس قوي. فانا شفت ان الاثنين يعني طبعا مع الاسماء الباقيه بس بنتكلم انا سالته على ديانج مثلا وحمدي فتحي فقال لي شفت الاثنين دول بيقدروا يعملوا دي كويس قوي. فاللي هيقدر يعمل دي كويس قوي هيبقى سهل عنده انه يهدف، سهل عنده يتواجد باستمرار في الـ في ال 18. فكل دي حاجات ساعدت الاثنين دول يكون انا يعني عايز اقول يا كابتن النظره ان انا شفت ان ده عنده الحته دي. زي مثلا يا كابتن انت ممكن تجيب مثلا باك رايت زي ما اوقات بيحصل مع خالد عبد الفتاح، بتجيبه باك رايت بتلعبه سد باك في الوقت اللي انت محتاجه. دي رؤيه، رؤيه ان انت بتشوف اللعيب ده عنده القدره وعنده الامكانيات ان يقدر يلعب في اكتر من بوزيشن. فده انا وجهه نظري بيبقى نجاح للمدير الفني. فده كان رده، وده كان رد بالنسبه لي. لان انا لو تسالني انا مثلا قبل ما اشوف المعايشه دي هقول ايه؟ هقول انا عايز العب 8 بيهاجم كويس، مش هبص انا بالناحيه الدفاعيه صح. او ابص مش هقول لي ان انا لازم يبقى النواحي البدنيه عنده عاليه. فهو كان ليه فكر مختلف. خد بالك يا كابتن، انا الحاجات دي الامانه برضو كابتن حسام في فتره الجزائر دي عشتها معاه كتير جدا. كابتن اسم كبير جدا وليه فكره. يمكن لما كان اوقات مثلا بيجي يلعب ثلاثه فانا يعني عايز اساعده كل حاجه، لكن في نفس الوقت عايز اتعلم. فبقول له يا كابتن ليه الثلاثه دول؟ او ليه الثلاثه شكلهم كده؟ او فده كل يا كابتن كل ما بتتعامل مع اسم كبير في الكوره للامانه تتعلم منه طبعا. طيب. طبعا الراجل اصعب حاجه فيه يعني الناس شايفه الراجل هادي جدا، هو بتشوفه كده فعلا يا كابتن. انا بشوف يعني حتى في التمرين انا حتى في التمرين بشوفه هادي جدا، يعني ما بتنفس ما بتعصبش جدا. بس يعني ما انا عايز اجمع كل حاجه، فاكيد بسال الناس اللي معايا. بسال الناس اللي معايا، بسال اللعيبه. رغم هدوء ده فهو شخصيه قويه جدا، والا يا كابتن ما تقدرش تشوف. لا لكن ما بتنرفسش. لا 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 ما عندوش حتى في التمرين. لا في التمرين ما يزعقش. لا لا خالص خالص خالص. حتى طريقه توجيهه بهدوء جامد جدا جدا جدا. يمكن من الحاجات الكتيره اللي هو بيعملها وانا شايف انها مهمه جدا برضو انه بيشتغل فيديو كتير جدا. ودي من الحاجات اللي حتى على المستوى العالمي دلوقتي بقت مطلوبه بشكل كبير جدا جدا يعني. طبعا هو بيشتغل دي كتير قوي برضو. يمكن هو كان زعلان شويه من الحاجات اللي كان زعلان، مش زعلان بما يعني كان حاسس ان هو مضغوط جدا فعنده حاجات كتير لسه عايز يعملها. يعني قال لي مثلا الكور الثابته لا عندي شغل كتير عايز اعمله، لكن ضغط المباريات ما فيش وقت. قال لي في حاجات كمان كتيره جدا في الشغل الخططي انا عايز اعملها، بس برضو ضغط المباريات مش مساعده. فاكيد ده ان شاء الله هنشوفه، ممكن تشوفه من بدايه الموسم لان هيبقى في فتره اعداد يعني. مش بالشكل الكبير، لكن ممكن يقدر يحقق فيها شغله او فكره يقدر يوصله للعيبه. من الحاجات اللي هو برضو اتكلم فيها كابتن ان برضو اكيد اللعيبه ساعدته، لانه بيتعامل مع لعيبه كبيره ولعيبه لعيبه عندها فكر، فبتقدر تستوعب فكره بسرعه، وده يمكن اللي حصل معاه. فانا شايف ان الراجل يعني نسبه نجاح 100%. كمان يا كابتن وجهه نظري برضو لو هنتكلم في نقطه مهمه جدا، انه قدر يخلي ال 25 او ال 30 لعيب كلهم اساسيين. مع ضغط المباراه الروتيشن اللي بيحصل يا كابتن، هل حضرتك بتشوف فرق؟ لا انا شايف ان ده نجاح كبير جدا لاي مدير فني ان انا اقدر. كلهم قريبين نفس طريقه اللعب نفس الاسلوب. ما هو انت برضو خلي بالك، اصل انت برضو هنا ايه يعني، انت كابتن حسام مدرسه مختلفه عن هذا. طبعا كابتن حسام بيتنرفز يعني. بص لا بس عنده جزء نرفزه عنده يعني. طبعا 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 يعني عنده جزء نرفزه الراجل ده باللي انا سامعه منك ان هو خالص. دي مدرستين طبعا مختلفتين. تمام يعني انت فاهم. بالنسبه لك بقى احمد صديق انهي للطب؟ ده مطلوب وده مطلوب يعني. بص كل حاجه، وخد بقى اوقات الكابتن حسام بيبقى هادي جدا. لا طبعا طبعا يعني انا بقصد لا كل بص يا كابتن في الاول والاخر برضه بتبقى شخصيات. كابتن اول ما بيرفع بيرفع حاجبه. طب انا عايز حاجه يا كابتن والله العظيم بجد، يعني حاجه كده من الحاجات اللي عشتها ان كابتن حسام بيحب يضحك جدا. لا طبعا جدا طبعا. لا انا مش بتكلم بقى حاجه، مش بقول لحضرتك، انا بقول للناس كلها بشكل عام، للناس قدام الشاشه يعني. بيهزر يعني اوقات بس بره الشغل. هو بيحب شغله جدا يا كابتن. الكابتن والله الكابتن ممكن في ال 24 ساعه يشتغل 15 16 ساعه. أوكي. لو ما كانش في الملعب يبقى فيديو يبقى مكالمه في التليفون، يبقى شوف اللعيب ده ايه، شوف النهارده كانوا ايه، شوف. فالمدرستين مختلفتين ولكن الاثنين مطلوبين. طبعا سواء هادي او طبعًا. لكن الشخصيه القويه هي الاساس. ودي موجوده في الاثنين يعني، موجوده في الاثنين. عامل مشترك ما بين ده وما بين ده. كابتن حضرتك لو ترجع بالذاكره شويه لمستر جوزيه، لو تيجي تقارن شكل التمارين اللي بتحصل دلوقتي غير يعني، هو لو انا لو انا دلوقتي في انا في المجال وفي المهنه، مستر جوزيه ممكن يكون كانوا هم خمس ست تمارين شكلهم صح يا كابتن؟ انا بتكلم غلط. هم خمسه سته بالكتير، هي تقسيمه صغيره
يعني اقصد الضغط وال والاستحواذ تمام والبتاع وخلاص. نقدر نقول ده كان حد وحش مثلا او لا 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 ناجح 100%. طب دلوقتي في 50,000 شكل للتمرين صح مختلف تماما عن هذا الشكل، لكن الشخصيه القويه هي الاساس. والشخصيه القويه مش ان انا اعمل مشكله مع كابتن اسلام او هو في اللعيب في لا طبعا. ان انا امتى اخلي اللعيب ده النهارده يحترمني ويحبني في نفس الوقت، وده كان واضح ما بين اللاعبين ومستر كولر. دي انا بشوفها بشكل كبير جدا يعني دي سبب من اسباب نجاح طبعا طبعا. اللاعبين الاجانب ودورهم سواء اليو ديانج بيرسيتاو برضو، لانه زي ما انت قلت معدل التطور الفني ليهم كان كبير جدا وعالي طبعا كلهم. يعني بص يا كابتن، انا شايف ان من الحاجات الكويسه برضو اللي حصلت السنه دي التدعيمات. تدعيمات التدعيمات كانت قليله لكن كانت مطلوبه. اوكي. وبضيف على كده كمان ان انا بقول ان انا شايف ان بيرسيتاو اكنه يعني انت لسه متعاقد معاه الموسم ده صح ولا لا؟ ظهر بشكل مختلف طبعا. تمام. انا بقول برافو عليك. فهي الفكره انت جبت احتياجاتك، ودي برضو اكيد من نجاحات لمجلس اداره ونجاحات لجهاز فني طبعا. لان انت جبت احتياجاتك بس، مش فكره ان انا النهارده بجيب 5-6 لعيبه وخلاص. صحيح. فجبت احتياجاتك، جبت احتياجاتك من كهربا، رجوع كهربا بالشكل ده برضو طبعا. انا شايف ان اضافه كبيره جدا، انك انت برضو بالظبط تعاقدت مع لعيب جديد. فكهربا مع بيرسيتاو اللي رجوع مع حسين الشحات، التطور اللي اتكلمنا عليه بشكل كبير جدا جدا جدا، فكل دي اضافات. ما ننساش برضو حتى رجوع محمود متولي قبل الاصابه الاخيره. صحيح. برضو ده كان اضافه موجوده بشكل كبير جدا. مع طبعا بقى الناس المستوى ثابت، الشناوي وعبد المنعم ومحمد هاني، برضو التطور اللي كتير شفناه بشكل كبير جدا الموسم ده، مع حفظ علي معلول على مستوى ثابت، في اسباب مع مروان عطيه. يعني بص يا كابتن، لا ما شاء الله، يعني في حاجات كتيره وفي اجابات كتيره جدا جدا للموسم ده، عشان كده شفنا الموسم الاستثنائي ده. طيب اذا اهم التحديات بقى اللي بينتظرها النادي الاهلي خلال الموسم اللي جاي من وجهه نظرك؟ اكيد نفس الشيء يا كابتن، النادي الاهلي ما بيلعبش غير على البطوله، فاكيد هيركز في بطوله افريقيا ويركز في الدوري ويركز كل دي. بس انا شايف ان شاء الله الموسم اللي هيبدا ده ممكن يبقى فيه اكتر من ميزه واكتر من حاجه ايجابيه. اولا فتره الراحه اللي اللعيبه هتاخدها تقريبا حوالي 20 يوم صح كده ولا انا يعني غالبا هيرجعوا يوم 23 او 24 يعني تقريبا يعني. تقريبا حوالي 20 يوم، فانا شايف ان دي 20 يوم كويس جدا يعني حاجه ما بتحصلش بقالها كتير جدا صح. فانا شايف ان دي ممكن تبقى من الاسباب، يقدر الراجل كمان يوصل فكره بشكل اكبر مع ضغط المباريات اللي كان موجود الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان صعب جدا يا كابتن جدا، واللي جاي برده صعب يعني انت يعني انا واثق يا كابتن ماشي، بس انت لحد النهارده تلعب يعني الناس كلها خدت اجازه وانت لسه بتلعب بطوله الدوري. يعني حسمت بطوله الدوري ونص فرق الدوري ريحت وانت لسه بتلعب. خلصت الدوري، عندك مباراه كاس لحد يمكن من اربع خمس ايام، فكل دي كانت حاجات صعبه جدا. فموسم كان صعب فعلا، اكيد فتره الراحه دي هتفرق معاك بشكل كبير جدا. اكيد لو في معسكر، لان المعسكرات دي من الحاجات المهمه جدا، الراجل يقدر بقى يوصل فكره بشكل اكبر طبعا. يمكن زي ما بقول لحضرتك كان هو عنده اكتر من تعليق انه عنده حاجات كتيره جدا عايز يعملها لسه ما قدرش يعني يشتغل بيها او يشتغلها، لان ما كانش في وقت خالص. انا شايف ان اكبر تحدي النادي الاهلي هو بطولات، كيفيه تحدي نفسه على... يعني بمعنى صح يعني انا شايف ان النادي نفسه صح. دي حقيقه والله. انا شايف صح النادي صح. الاهلي لما تيجي تقول لفظ مناسب هو انه بيتحدى نفسه. تغييرات في الجهاز الاداري للنادي الاهلي، تغييرات في الجهاز الطبي، ثم اضافه 2 لاعبين حتى الان، امام عاشور ورضا سليم. رايك في كل هذه الامور يعني التغييرات، ثم احنا التغييرات اتكلمنا عنها رضا سليم وامام عاشور. اكيد طبعا امام لعيبه كبيره ولعيب كبير جدا ولعيب دولي واكيد انا اتذكر ان احنا مع بعض قلت لي ان النادي الاهلي ينقصه يعني قطعه زي امام عاشور. دي حقيقه يا كابتن، دي حقيقه، وخصوصا لما تيجي تكمل الجمله بقى كابتن على بعضها بالطريقه اللي بيلعب بيها كولر. هو بيحب بيحب الثمانيه ده يعني رايح جاي ده بالشكل ده، وانا شايف ان امام من الناس اللي بتادي الدور ده بشكل كبير جدا. اكيد لعيب كبير ولعيب اتمنى ان شاء الله يبقى ليه دور، لانه جاي على فرقه كبيره برضو طبعا، جاي على 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 فرقه 5 بطولات في موسم واحد، في حاجه استثنائيه، فطبيعي انه لازم لو ما فيش زياده على الاقل يحافظ على المستوى ده. عارف ان عنده تحدي كبير جدا، داخل على لعيبه كبيره كلها لعيبه مميزه، فلازم يتعب ولازم يبقى ليه بصمه عشان يقدر يتواجد، لان النادي الاهلي اضافه لاي حد يا كابتن نساء متواجد يعني في حاجات كتير الواحد ما بيعرفش يعبر عنها. لكن وجودك في او مش بتكلم على امام دلوقتي، بتكلم على اي لعيب، وجوده في النادي الاهلي اضافه وشرف وتاريخ كبير جدا جدا جدا، هيفضل في التاريخ. يعني عندما سئل احمد القندوسي قال لهم النادي، ما بيقولوا لي يعني النادي الاهلي، قال لهم انا في النادي الاهلي انا جيت في شهر واحد خدت 3-4 بطولات. فهذا هو الرد
الامثل الحقيقه للطبيعي يعني. هل هناك تدعيمات اخرى يحتاجها النادي الاهلي خلال المرحله القادمه؟ يعني انا شايف ان ممكن يكون محتاج حد في مركز راس الحربه يعني بنسبه كبيره. انا شايف ان يعني لازم في حد متواجد مع كهربا ومع محمد شريف، واكيد النادي الاهلي بيفكر في كده طبعا مع وجود رضا سليم، وبرده انا شايف انهم اللعيبه المهمه واللعيبه كويسه، اتمنى ليه التوفيق ان شاء الله ويبقى اضافه برده مع الناس اللي موجوده. شايف رضا ازاي صحيح في ظل انت لعب معاكم او ضدكم؟ لا هو في المره الاولانيه لا ما كنتش متواجد، لكن انا شايف برده ان قندوسي من اللعيبه الكويسه، يمكن احنا ما اشتغلنا مع بعض في قندوسي اللي لعب معاكم قندوسي كان معانا في الجزائر في الصيف يعني. لا ان شاء الله ياخد مساحه اكبر من كده ويبقى ليه دور كمان مع الفرقه. هي مشكلته بس ان هو يعني انا بحس ان الكره بتقطع منه كتير، وجهه نظري. هو بص يا كابتن، هو الامانه هو عنده النواحي الفرديه كويسه جدا يعني محتاج بس شويه يعني، اكيد مش انا اللي بعدل ولا لكن دي كانت من الحاجات اللي بيبقى لينا احنا برضو عليها تعقب شويه مع الكابتن حسام، لكن هو للامانه في الفتره الاخيره معانا في الصيف كان فرق مع الفرقه بشكل كبير جدا فردياً. هو كان رقم واحد هو فرديا كويس جدا جدا جدا، اكيد بقى محتاج يدخل مع المنظومه عشان يبقى ليه دور في الاطار يعني بالاطار بتاع الفرقه، ان كل مدير فني بيبقى له وجهه نظر. يمكن احنا واحنا في الصيف كان هو نجم الفرقه، فطبيعي جدا كان بياخد مهام مختلفه شويه. هو الامانه كان احسن لعيب يعني شوية. كنا بنقيمه كابتن، هو كان من احسن لعيبه في الدوري الجزائري للامانه في الفتره اللي احنا متواجدين فيها. وطبيعي كان بيبقى افضل من افضل لعيبه في الفرقه، هو نجم الفرقه، فطبعا الكابتن كان بيبقى اديله مهام، وهو الامانه كان بيفرق معانا كتير جدا يا كابتن يعني، كان ماتشات بيخلصها لنا بسهوله، سواء يعمل جول او يجيب جول. الفكره بقى كابتن ان يعني هو عنده افضل من كده تقصد؟ لا عنده افضل من كده بكتير جدا جدا، لكن انا كل اللي ينقصه انه يدخل في المنظومه بشكل اسرع. يدخل في منظومه كولر؟ طبعا طبعا، ما انا مش هلعب غير وانا بادي المطلوب مني من وجهه نظر المدير الفني. لكن هو قندوسي عنده افضل من كده؟ عنده افضل من كده بكتير جدا. انت شايفه اتمرن معاك؟ طبعا سنه تقريبا ست شهور تقريبا ست شهور بس، فيهم فتره اعداد كامله، فيهم دوري كامل يعني، فيهم حوالي 80% 90% الدوري فلا يعني انا بقول لحضرتك ان عنده افضل من كده بكتير جدا جدا جدا. وبعدين هو عنده ميزه يعني، ممكن يلعب في اكتر من مركز يعني، هو بيلعب 10 كويس قوي، بيلعب 8 كويس جدا، بيلعب على الطرفين بشكل كويس، فانت يعني لو هو تقدر تستخدمه في طبعا المكان. طبعا طبعا. طيب خلينا ننتقل الى دوري المحترفين، ودوري المحترفين ومشكله دوري المحترفين من وجهه نظرك. اكبر مشكله بالنسبه لي يا كابتن ان القرار ما اتخذش لحد دلوقتي. صحيح، برافو عليك. يعني ده اكبر غريبه جدا. اكبر بص يا كابتن، انا كنت بتكلم في البدايه، انا كان جاي لي اكتر من عرض تمام في الممتاز، الناس مستنيه مش عارفه، الناس مش عارفه، ودي حقيقه بتحصل يعني. حتى لما الناس بتكلمني في الانديه بيقول لي بس الفكره احنا مش عارفين هنبقى محترفين ولا هنبقى ممتاز به ولا هنبقى درجه ثالثه. بكلم جد يا كابتن يعني، فعلا الموضوع كابتن بيترتب عليه حاجات كتير جدا. محترفين يعني محتاج تصرف كام وتصرف ازاي وتجيب لعيبه مين؟ ما هو كل مستوى وليه لعيبته. انا هشتغل محترفين يبقى لازم اجيب كواليتي، لازم اجيب كواليتي. انت بتقول كده وراجل يعني شغلته التدريب، قال لك اصل ما ينفعش يا جماعه نطلع واحد من الدرجه الثالثه للدرجه الممتازه. دي يا كابتن ده تعليق الناس يعني صعبه جدا. طب انا كشغال انا دلوقتي في المحترفين، ليه تصعد من عندي فرقتين بس والفرقه الثالثه تصعد من الدرجه الثالثه؟ حاجات كتير جدا صعبه. الموضوع كويس يعني، حضرتك لما تيجي تتكلم عن دوري المحترفين حاجه محترمه جدا طبعا. لكن التوقيت يا كابتن، لازم تختار التوقيت المناسب، تبقى الناس كلها مؤهله، كل الفرق مؤهله. تقدر تعمل كده؟ تقدر تعمل كده؟ عمرك ما هتختار توقيت يا كابتن اسلام. حضرتك انت بتتكلم في الدوري يعني مع احترامي الكامل لنادي اسوان، اسوان بيعاني وبيلعب في الدوري الممتاز، بيعاني لما بيسافر مباراه في اسكندريه، لما بيسافر مباراه في الموضوع صعب، وفي الدوري الممتاز. طب حضرتك لما تيجي تتكلم مثلا لو كيمو اسوان بيلعب في المحترفين هيعمل ايه؟ الالومنيوم بيلعب في المحترفين هيعمل ايه؟ لا انت بتتكلم على كمان ده اسماء شركات. ده انا بتكلم شركات. لما حضرتك تتكلم مثلا على يعني ملاوي، الفيوم، يعني حاجات كتيره جدا، يلعبوا محترفين ازاي؟ هل انت حضرتك موفر لهم الامور الماليه والحاجات صعبه كتير جدا؟ لهم لا ملعب يلعبوا عليه، الاهلي يروح يلعب عليه او الزمالك او اسماعيلي او موضوع. انا بقول الموضوع كويس جدا، لكن التوقيت اختار التوقيت المناسب زي ما بقول لحضرتك يا كابتن. انا والله انا يعني كان ليا اكتر من تواصل مع ناس مسؤولين في الفرق في الانديه، لان كنت انا بحضرتك فرقه من الصعيد وفرقه من البحري، فهم كانوا بيكلموني، لكن الناس مش عارفه تاخد القرار لحد دلوقتي. هجيب لعيبه مين وهتديهم كام وتصرف كام والميزانيه عامله ازاي؟ الدرجه الثانيه مش هجيب احمد صديق، هجيب حد اقل طبعا يعني، وهكذا. طبعا طبعا طبعا. فالموضوع صعب جدا. اتمنى القرار يتاخد ايا كان، يتاخد القرار، واتمنى انه يتاخد مش فكره ان انا في بدايه الموسم قلت ان انا هعمل حاجه فانا اطبقها وهي مش مناسبه. لا بالعكس يعني، لو انا شايف ان الموضوع مش مناسب مفيش مشكله خالص ان انا بلاش اقول اعتذر، اقول ان انا اجلها
لو انا شايف ان مش مناسب. بلاش اخبط دماغي في الحيط على راي بركات، قال لهم يا جماعه بلاش نخبط دماغنا في الحيط ونأجل السنه الجايه ونقول ولا في مشكله خالص جهاز لا السنه الجايه في اتحاد كره جديد هيبقى قدامه اربع سنين يقدر يطبق ما يريده خلال. يا كابتن من الحاجات الغريبه ان في ناس من اللي هي هتلعب محترفين هي نفسها معترضه. يعني اللي يعترض ممكن يعترض يا كابتن ان انا ما صعدتش محترفين كتير جدا فهجيب منين؟ صعب صعب صعب. الناس عموما هي موضوع كبير جدا جدا وهنفضل نتكلم فيه لغايه لما نجد حل، لان هو يعني ما حدش عارف ما حدش لاقي حل، ولكن هو اختيار التوقيت هو الاهم خلال طبعًا هذه طبعًا الفتره. احمد انا بشكرك جدا جدا، ويعني انت مسافر الاسبوع اللي جاي اعتقد، يعني تقريبا ان شاء الله ممكن على الاسبوع الجاي كده ان شاء الله تروح وترجع بالسلامة، يعني إن شاء الله تبقى تجربة مفيدة ليك مع كابتن حسام ومع النادي الزوراء العراقي. نتمنى لك يا رب كل التوفيق ممثل النادي الأهلي في العالم. ربنا يخليك. أنا بشكرك وبشكر الكابتن حسام على الهوا برضو لأنه طبعا على ثقته فيا، وأتمنى بعد حسن ظنه إن شاء الله وأقدر أساعد ونعمل حاجة كويسة مع بعض بإذن الله يا رب كده، وأكيد كل دي بتبقى إضافة لاسم المدرب المصري بره مصر يعني. طبعا أنا بشكرك جدا يا أحمد على وجودك معانا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفصل الأساتذة الأستاذ جمال الزهيري والأستاذ محمود صبري في ضيافة البيت. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خلوني أرحب بضيوفي في هذه الفقرة الأساتذة الأستاذ جمال الزهيري. إزيك يا أستاذ جمال؟ أهلا بك كابتن إسلام، مساء الفل يا فندم. أيضا الأستاذ محمود صبري، إزيك يا أستاذ محمود؟ أهلا كابتن، شرف ومنور. الله يخليك. خليني أبدأ مع حضراتكم مباشرة بإدارة كرة القدم وما تفعله إدارة كرة القدم من بعض التغييرات في الجهاز الإداري ثم أو الجهاز الطبي ثم الجهاز الإداري وقطاع الناشئين، إيه رأيكم في هذه التغيرات؟ هو دايما طبعا لابد، إحنا قلنا مع نهاية كل موسم بيحصل تغييرات بيكون الهدف منها 100% مصلحة كرة القدم في النادي الأهلي، بدليل إن هي جاية المرة دي مش لإخفاق أو فشل، ده جاية في أنجح المواسم اللي حصل فيها بطولات، خمس بطولات مرة واحدة مع كولر، ومع ذلك برضو لجنة التخطيط مع مجلس الإدارة أو الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي بصفته ممثل مجلس الإدارة في هذا الأمر، وتم يعني تدارس الأمر، ورأى المجلس ورأت اللجنة ضرورة إجراء تغيير في هذا التوقيت، لكن ليس في أي إهانة لأحد. صحيح، لأنه مش جاي بقول لحضرتك يعني مثلا ده لو حصل في موسم فيه إخفاقات هقول لك آه يبقى فيه فشل. وبعدين اللي يعني مدهش بقى جدا في الأمر ده إنه رغم صدور القرار واضح جدا، إلا إنه الناس يعني خدت وقت طويل على السوشيال ميديا وعلى حتى وسائل الإعلام بشكل يعني محدد في صحف وتلفزيونات وكلام ده بيقولوا يعني لازم مجلس إدارة الأهلي يعلن الأسباب اللي أدت إلى تغيير سيد عبد الحفيظ. طيب وده سؤال معلش ده مهم جدا. صح، لا هو فضل. إمتى بقى يكون لو في خطا او في كارثه؟ لا ده مهم جدا لانه أو. انا عايز اوصل لحاجه. قلت حضرتك استاذ محمود بتغطي النادي الاهلي بقالك قد ايه؟ فتره كبيره يعني مش بتغطي طبعا مع انا اسف يعني، لكن طبعا انت اكبر مقاما من هذا الامر، لكن انا اقصد لا فتره يعني لا بس هو بدا لك كم سنه بدات يعني بدانا كلنا بدأ يعني طبعا انا بتكلم يعني كلكم اخواتنا يعني الكبار بقالك كم عمر يعني عمر طبعا طيب خلال هذه الفترة نقول 20 سنة مثلا 30 30 سنة 25 سنة 25 خلال لا يعني خلال 25 سنة خلال 25 سنة حضرتك والأستاذ جمال ينطبق عليه نفس الكلام يعني أنا أكتر شوية الأستاذ جمال أكتر أكتر شوية بس حلوين يعني 25 سنة الأستاذ محمود، خلال 25 سنة هل حدثت تغيرات كثيرة في النادي الأهلي؟ طبعا طبعا كتير. هل حضرتك سمعت خلال ال 25 سنة دول عن ان هناك حيثيات خلال ال 25 سنه اللي فاتوا عن اي تغيرات بتحصل داخل النادي الاهلي؟ لا او الاعلان عن لا طبعا الوضع حتى لو بشكل رسمي طبعا لا صح السؤال ده مهم كلامك الوضع والبيئه حاليا مختلفه عن السابق حلو جدا ولكن معلش انا بكلمك اهو مش مطالب مجلس برد السؤال خلال ال 25 سنه حصلت ولا كان في حاجه ما حصلتش؟ لا ما حصلتش يعني عاوز اقول لك ايه دايما الصالح العام للي يعني بيحب المكان بتاعه حتى لابد دايما طول عمر الاهلي لما بياخد الاداره بتاخد قرارات تلقى الجمهور في سند الاداره حقيقي
دي يعني عايز اقول لك ايه، عشان كده لما جت طلعت مقوله الاهلي لا ياخذ قراره من المدرجات، طلعت بعد قرار يمكن اخذه مجلس اداره النادي الاهلي ب رفض تجديد عقود الاربعه الكبار وقتها، كابتن طارق زيد، كابتن ربيع ياسين، كابتن محمود صالح، كابتن علاء ميهوب. وقتها لما وقتها الجمهور في ناس غضبت، يعني كان لسه الاهلي فايز بكاس مصر من الزمالك، ويعني كان موسم وقتها صعب في 92 91 92. الامور وقتها طلعت منها المقوله دي، الاهلي اللي هتحكمه المدرجات. مش مطالب، ما فيش مره الاهلي مثلا خد قرار انه مثلا مشى مدير كوره او قال لك طلع المبرر، مش هيقدر يقول، لانه دايما بيحافظ على تكوينه، ما يقدرش يقول. مش في حاجات يا جماعه دايما في عباره لازم نحافظ عليها ويكون فاكرينها كويس جدا. مش مطالب مجلس اداره الاهلي او اداره الكوره عنده تديك تفاصيل هي مش هتفيدك في حاجه، ده في حاجات حفاظ على دولاب العمل داخل النادي الاهلي. لا شك انه طبعا يعني قرار تسليم وتسلم ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن خالد بيبو طبعا حدث كبير، قيمه مدير الكره في النادي الاهلي قيمه كبيره جدا بالنسبه للاهلي وبالنسبه لجماهيره، وسيد عبد الحفيظ بحد ذاته يعني قدر يحط لنفسه وضعيه ومكانه بما تعلمه من السابقين بامانه شديده من اللاعبين اصحاب الخبرات اللي اكتسب اللي ادى دور وراح وجه على المكان. على فكره يا كابتن يعني فتره وجه ومشي، وبعد كده جه ناس ثانيه، وبعد كده مشي، وبعد كده رجع تاني. فانا عاوز اقول له ايه، انه الوضع حاليا بامانه شديده بقى فيه موحش غريب جدا. البعض حتى انقسم الجمهور، يعني الجمهور على السوشيال ميديا البعض عاوز يعرف ايه الاسباب، ودي على فكره مش منطقيه مش صحيحه. والبعض اللي هو فاهم وعندهم شويه من الخبره قال لك لازم نستند الاداره في قرارها، لانه هي دي نفس الاداره اللي خلالها استطاع الفريق في السنه دي يحقق العلامه الكامله في الفوز، هي صاحبه القرار، لابد من احترام قرارها ومسانده القرار ومسانده خالد بيبو في المرحله الجايه، لانك انت هتجد اول واحد هيقف مع خالد بيبو ويسانده هو سيد عبد الحفيظ نفسه. صحيح. ليه؟ لانه ده هو ده الاهلي، وطول عمره ونادي الاهلي كده مهما اختلف في المكان ومهما اختلف في الزمان، لانه كل واحد بيأدي رساله وبيأدي دوره بهدف واحد بس، انه يظل الاهلي في المرتبه الاولى دايما في كل البطولات وفي كل الاحداث. فانا عايز اقول لك ما فيش في الفتره، على ما عصرت وشفت لم ارى من اداره الاهلي اي قرار طلعت بررت بيه هي مشت فلان وجابت فلان، هي تركت اللاعب فلان وقررت اللاعب فلان، ما فيش الكلام ده بتاعه. هو بياخد قرار بناء على تقارير فنيه بتيجي سواء من المدير الفني بتروح لاداره الكوره، اداره الكوره بتاخد القرار بما في مصلحه بعض القرارات ممكن تكون نوع من القسوه على الجمهور بيبقى مفاجئ بالنسبه لها، ودي تتعدى يعني على الصوابع يعني 1 2 3 4 نقدر نقولهم في التاريخ يعني. لكن بعد كده اكتشف انه كان القرار ده علاج لحاجات تانية، وانه الاداره بصت وشافت ما حصل في الاجازه بتاعت اللاعبين. طبعا ما انا بقول لك بعد الهزيمه من سان داونز والابقاء على الجميع كلا في مكانه. لا طب هي بص يا كابتن طبعا خصوصا هذا الموسم يعني امور طبعا عارف انت يعني هي المحاوله. وبرضه ارجع اقول لك تاني انه برضه ما زلت مصر على حاله الاندساس، الاكونتات المضروبه اللي هي مش اهلاويه على الاطلاق، اللي انت لو فتشت وجبت هتكتشف ان هم فعلا ما لهمش علاقه، هو كل هدفهم اللي هو اثاره المشاكل والبلبله. لكن الاهلاوي فاهم، لابد انه مؤمن بادارته وشايفها ماشي على الطريق صح، ان هو يساند في القرار. القرار حتى ممكن يكون زعلان، ما هو زعلان مثلا، مع الناس شايفه انه طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ يعني بامانه شديده يعني قيمه كبيره طبعا، ما حدش طبعا لا الناس ممكن تزعل، لكن عاوز اقول ايه، الاداره ما خدتش القرار اتجاه زي دي، خدت قرار شفاه لمصلحه النادي، مش هقول لك ضخ دماء جديده ودماء سيد عبد الحفيظ برضه دماء جديده ويقدر يدي، لكن هي شافت لوجهه نظرها لابد ان نحترم هذا القرار وتساند هذا القرار وتأيده، لانه كمان الفريق عنده موسم كمان شاق جدا. فانت هتبدا من النهارده تقعد تمشي ورا من يثير البلبله ويحط كلام ويرسم اخبار ويحط خطط ويعمل كواليس ويدور على كلام، كل ده الهدف. لو قعدت من هنا ل 100 سنه قدام اداره الاهلي مش هتطلع تقول لك احنا خدنا القرار ليه، ما تتعبش نفسك، مش هيحصل، محدش هيقول لك، محدش هيقول لك، لا محدش هيقول لك. هو ده برضه يمكن يكون سبب مخلي في غليان في الاعلام، يعني الايام اللي فاتت كلها كل يوم تسمع سبب، لا ده وكلها اسباب حتى معلش يا استاذ جمال، كم سبب الـ 20 سبب لغايه دلوقتي، كل الاسباب دي حتى لو صحت، يعني حتى لو هذه الاسباب صحت اللي سيد عمله الفتره اللي فاتت وكلنا نعلم هذا الكلام يسمح ببعض الاخطاء، لان احنا يعني
احنا ناس يعني كلنا. وانا هفترض بقى، هفترض احنا قلنا انه هذا القرار جاي في انجح المواسم او صحيح. بعد انجح المواسم صحيح. ومع ذلك ليس مطلوبا من النادي الاهلي ان هو يطلع يبرر ولا يفسر قراراته. يعني مثلا في وقت ما كان موجود الكابتن طارق سليم، في وقت ما كان موجود الكابتن حسن حمدي كموقع كمدير كوره في وقت ما كان موجود كابتن ثابت البطل وهكذا الله يرحمه. هل في كل مره كان بيطلع زي ما بتقول كده سؤالك الجميل ده، هل في كل مره كان بيطلع النادي الاهلي بيقول انا هعمل تغيير؟ لا ما حصلتش وعمرها ما هتبقى. انا قلت يمكن قبل شويه او لا 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 هو كابتن يعني ده على مدار التاريخ ده حتى ما هوش اسلوب عمل. قد يكون الناس متابعه من بعيد، الناس بتطلع تقول لك اصله ده كان لابس شبشب وده كان لابس تيشيرت مقطع وده كان متجوز مش عارف مين وده. في ناس بتطلع تقول لا ما احنا ما هو ده مش موجود في النادي الاهلي، فده قد يكون اسلوب مختلف بالظبط. هو انا بعذر الاعلام وبعذر السوشيال ميديا في حاجه، ان القرار كان مفاجئ. اقدر اقول انا ان هو قرار ما كانش ناس كتير متوقعاه. ليه؟ في نجاح على اعلى مستوى، لكن ده ما يعني رؤيه لمجلس الاداره ولجنه التخطيط. وبعدين المقارنه الظالمه اللي تمت والحكم المسبق، انا لسه كنت هسال حاجه. يعني انا لا احب المقارنات. لا يعني مفيش حد زي سيد عبد الحفيظ ومفيش حد زي خالد بيبو، يعني دايما كل واحد بشخصيته. واحد يسالني يقول لي مين المدرب اللي هيبقى زي مانويل جوزيه؟ مفيش يا جماعه ما مدرب تقدرش زي تقول حاجه زي مفيش عمر ما هيجي مدرب زي مانويل جوزيه. طب مين المدرب اللي هيجي زي كولر؟ مفيش حد هيبقى زي كولر. في مقياس واحد هو اللي بيفرق الناس، اللي هو النجاح. صحيح، طالما ان النجاح هو هدف الجميع انجح بالطريقه بتاعتي. الله ينور عليك، واخد بالك؟ مش لازم اكون كوبي او نسخه من سابق. كابتن سيد ولذلك مختلف، شخصيه مختلفه تماما عن كابتن خالد. ولذلك حكم مسبق جدا ان انا بعض الناس تطوعوا كده انه يقول لك ازاي كابتن خالد بيبو يجي بعد. طب ما يعني من الجائز جدا انه يحقق نجاحات زي كابتن سيد عبد الحفيظ اكتر اقل. دي تجربه لازم ياخدها كابتن خالد بيبو وهو موجود في قطاع الناشئين والبراعم من سنين طويله، 3 سنين قبلها اكاديميه، والاكاديميه عفوا ايوه الاكاديميه الاكاديميات ثم قطاع الناشئين. والنجاح موجود برضو، يعني دليل على ان هو ممكن يتصعد، ممكن ان هو يحصل على الفرصه. ما هياش قصه ايه انه لازم اقول لك انا سبب القرارات الفنيه اللي انا باخدها. واعتقد انه 90% من جماهير النادي الاهلي الحقيقيه بتقتنع بقرارات اداره النادي الاهلي لثقتها في حاجه مهمه جدا، انه إدارة النادي الأهلي لا يمكن هتطلع قرار عكس مصلحة النادي. طبعا ده أمر لازم يكون أمر مسلم بيه يا كابتن إسلام. ما ينفعش إنه بعض الناس تتصور لما تيجي تاخد قرار زي ده، هل لازم تاخد رأي الناس كلها؟ هل تعمل استفتاء مثلا؟ لا طبعا، لأن هو مجلس الإدارة هو المسؤول عن كل قراراته، هو اللي بيحاسب بالمناسبة، هو اللي بيحاسب. فانت ما يعني كمان انا بس عايز اكد على جزئية اللي احنا قلناها، انه كويس جدا ان التغيير جاي في انجح المواسم. صحيح، يعني ما مش هقدر اقولك اكتر من كده. لو كان من الممكن ان يكون التغيير بعد مباراه سان داونز، بس اقولك ايه مثلا همشي اسلام مثلا، فاسلام هو اللي يشيل الشيله. طبعا، ولكن خوفا على اسلام، مش اسلام يعني، خوفا على اي حد ايا كان سين، يعني سين من الناس ايا ما كان، خوف قد يكون خوفا عليه ما مشيش في ساعتها. بالعكس، دي ميزه بقى. دي ميزه في النادي الاهلي طول عمره، انه ما بياخدش قرارات انفعاليه، يعني ما يجيش بعد مباراه حصل فيها اخفاق لاي سبب من الاسباب ومشي اللعيبه وغير اللعيبه. يعني فاكر في عز السنتين اللي فاتوا ناس كتير طالبت بانه لعيبه كتير تمشي. صحيح، ومع ذلك اداره النادي الاهلي ولجنه التخطيط قرروا ايه؟ لا، استمرار الجميع واحداث، يعني حتى لو هعمل تغيير مش هعمله مره واحده. التغيير الافضل كان للمدرب. ايوه، هو ده برضو احد اسباب او احد اسرار النجاح الدائم في النادي الاهلي. دي صحيح، دي حقيقه كل الناس متابعاها، يعني مفيش حاجه غريبه يعني.
عموما برضو وليد سليمان عشان برضو لا نبخث حقه يعني كابتن وليد سليمان ودوره خلال ما هو ده التواصل بقى. اتفضل. ما هو ده التواصل يعني برضو الناس برضو اتفاجئت بوليد سليمان وناس يقول لك انت جايب وليد سليمان وكمان هتحطه كمان على بدر رجب يعني شوف انت ده حاجه وده حاجه يعني برضو عاوز اقول لك على حاجه دي محتاجه حتى دي محتاجه ما اللي يقول لا ما هو اللي يقول الكلام ده برضو انا بقول وجهه نظري ده اعتقد ما بينتميش نادي الاهلي هو مش عارف الكلام ده هو مش عارف السيستم وطبيعه الشغلانه ايه داخل النادي مش فاهم يعني دي حاجه ودي حاجه وكون انه الاهلي بيقدم وليد سليمان وبيجهزه لبكره وبعد فده شيء كويس والاهلي بيدور على كوادره من داخل النادي مش النهارده وهتفاجئ بوجوه جديده السنه الجايه ثلاثه واربعه بيتجهزوا وتلاقيهم هياخدوا اماكن وهيبقوا حاضرين وشاهدين لانه ده المطلوب وده الصح عشان تحمي من جوه وتبان يبقى عندك بديل واثنين وثلاثه الاهلي ليس بناء المقرات فقط ليس الفوز في البطولات فقط ولكن ايضا كيفيه بناء الكوادر خلال الفترات اللي طول عمرنا لغايه دلوقتي هياخد من فين لو جبت ولسه ما هياخد خبرتهم فين ياخد خبرته من تواجده على فكره على قطاع مهم جدا يعني ده يعني مشغل نحل زي ما بقول محتاج عمل كبير جدا وجهد كبير جدا ومعاه مدير فني كبير جدا عنده خبراته صحيح كابتن بدر رجب لا شك والمجموعه الكبيره دي يا جماعه دي انت بتجهز من خلالها انت لو تيجي ترجع وتمسك ورقه وقلم وتشوف السيناريو قصادها بحيث بدا ازاي بدا من منسق للجنه الكوره وبعد مش عارف كده مش عارف استلم من هذه خشبه وهذه خشبه سلم مش عارف مين وبعد يعني عاوز اقول لك ايه يا جماعه الحدوته ما بتجيش في يوم وليله فعاوز اقول ايه انه كون الخطوات دي بتاخدها اداره الكوره في النادي فده شيء كويس جدا هو كمان في تفكيره كمان انه هيقدم لك كمان السنه الجايه هتلقى اثنين ثلاثه برضه طالعين عليهم العين يعني ايه بيتفضلوا وتشاف بقى الشخصيه وقدرته على تحمل الشغل وانه راح في المكان ده وعنده ايه اللي هيقدمه فده شيء مهم جدا ما تستسلمش عنده ما يهمكش القرار خلفيته ايه انت تساند القرار من اجل الصالح العام والحفاظ على حاله الاستقرار والنجاح لكن انت مطالب عاوز يطلع رئيس النادي يطلع يفسر لك انا خدت قرار بايه مين قال لك اذا كان اللي اتخذ معاه القرار راجل يعني شكرا والتزم وكلامه اتعرض عليه واحد واثنين وثلاثه وبيفكر وشوف واللي فيه قرار ما زال يفكر واللي فيه في مصلحته هو شايفه لا شك وانا بقول لك السيد عبد الحفيظ مش هيبعد عن النادي الاهلي طبعا ودايما السيد عبد الحفيظ قريب من النادي الاهلي وانا بقول لك اهو هيكون دايما هيكون احد الداعمين من اللي اصبح يعني سيد من ضمن المنظومه ما ينفعش دلوقتي ان انا يا جماعه عشان الاداره خدت قرار نعمل مشكله وحاله الهيجان وكل واحد مع كامل احترامي للجهد المبذول من الاخوه الصحفيين والعالمين كل واحد يقعد يطلع مثلا كل كواليس اللي عنده اصل حصل 1 2 3 4 اصل حصل 5 6 7 8 انا بقول لك كل الكلام ده مع كامل احترامي ليه مش هو ده القرار مش هو ده الهدف اللي اتخذ من اجله القرار الهدف اكبر من كده الهدف مصلحه الاهلي الهدف التطوير الهدف الحفاظ الاهلي عنده موسم صعب جدا الموسم الجاي موسم مزدحم محتاج دعم ومحتاج تركيز ومحتاج هدوء من الجميع طيب خلينا ننتقل لهذا الموسم او نهايه هذا الموسم موسم تاريخي للنادي الاهلي ولاعبين الحقيقه انا بعتبرهم من اللاعبين التاريخيين ايضا لانه الحقيقه هذا الجيل من اللاعبين استحقوا التحيه وكل الاحترام طبعا اولا قبل ما ننتقل الى الموسم الجميل ده لازم نشكر كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا ونرحب بالكابتن خالد بيبو كابتن وليد سليمان في المهمه الجديده وان شاء الله ربنا يوفقهم يعني بالنسبه للموسم الجديد 100% يمكن احنا مع قبل نهايه الموسم ده يا كابتن اتفقنا على انه اصعب حاجه هتواجه النادي الاهلي في الموسم الجديد هي الدفاع عن هذه البطولات طبعا عن هذه الالقاب ويمكن ده كان من اخطر الامور في مباراه كانت ايه مباراه المصري مباراه المصري في الكاس في الكاس دي كانت يعني مباراه انا بقول ان فيها كل الجهد وكل الاصرار من جانب اللاعبين وربنا كافئهم برضو على ده وانه ده اتحقق برضو اتعوض يعني بعد دخول الهدف متعلم. بعدها بدقائق قليله وكل والهدفين في الوقت بدل الضايع يعني دي 94 و97 او 95 و97 فده دليل على انه لعيبه النادي الاهلي عندها الاصرار الكبير كان لسه في شويه نفس وكتر خيره بعد الاصرار لسه في شويه نفس طبعا رغم كل المجهود ده برضو تلاقي في الدقائق الاخيره ولعيبه النادي الاهلي بتحاول
مش مستسلمه للموقف، فده شيء انا بقول ان هو يعبر عن روح النادي الاهلي في الموسم الجديد، انه هيظل مدافع عن البطولات اللي حصل عليها، وده انا بعتبره اكبر تحدي، وده اللي بيحاول مجلس الاداره حاليا او المسؤولين عن قطاع الكره ويتقدمهم طبعا الكابتن الخطيب على ان هم يعملوا هيكله مظبوطه في الموسم الجديد للحفاظ على هذه الانجازات، لان انا بقول لحضرتك ان هي دايما احنا بنقول ايه، الوصول للقمه صعب، الحفاظ على القمه بقى ده موال موال تاني خالص وصعب جدا. يعني كابتن خطيب في كلماته اخيرا يعني في المؤتمر الصحفي الاخير في المؤتمر الصحفي للجامعه الكنديه على ما اتذكر، قال ان خلاص الموسم احنا خدنا 5 بطولات وكل حاجه، ولكن اللي جاي اصعب واصعب بكتير جدا. استاذ محمود يعني من ضمن اللاعبين برضو اللي الواحد دايما بيحب يتكلم عنهم وخصوصا خلال هذه الايام، لانه كهربا واحد من الناس اللي تالقت وتغير بنسبه 100%. طبعا كابتن، تكمله بس كابتن اتفضل كلام الاستاذ جمال، عاوز اقول انه توفيق ربنا سبحانه وتعالى، ربنا كافئ حاله الجهد والاخلاص اللي اتعملت في النادي الاهلي سواء من الاداره سواء من اللاعبين سواء من الجهاز الفني، توفيق ربنا كان حليف وتجلى التوفيق كان في نهائي دوري ابطال افريقيا في الفوز على الوداد يعني بفارق الاهداف ذهاب واياب. التوفيق ده ما بيجيش من فراغ طبعا. والناس المشغوله بالحظ، الحظ برضه ما بيجيش من فراغ، الحظ دايما للمجتهد وبيجي في اللحظات ربنا بيكافئ كل واحد على قد عمله. الدوري النادي الاهلي استحق عن جداره بامانه شديده 5 بطولات و5 ألقاب مهمين جدا، في حاجات كتير جدا سيناريوهات غيرت داخل فرقه النادي الاهلي لابد انه يتحيى عليها المدير الفني مارسيل كولر، وتعديله لكثير من اداء بعض اللاعبين، وعلى راسهم ممكن ياتي كهربا تغير وانقلب حاله 180 درجه بامانه شديده، يعني التركيز داخل الملعب خارج الملعب الانضباط، شفنا كثير من المواقف، وكهربا انا شايف برضه بيحتاج دعم اكتر من الجمهور، وبطالبه حاجه تانية، بطالبه هو شخصيا ان هو لا يشغل باله بما خارج المستطيل الاخضر، عليه انه التركيز حقيقي ويبرهن. لا هو ده هو ده الفرق اللي حصل مع كهربا تحديدا، ما طبعا ما ان هو يعني بطالب وبقول له انت عندك كتير، وانا شايف انك انت لسه ما قدمتش كل اللي عندك، تستحق انك انت السنه الجايه يكون رهانك انك انت تبقى نجم الموسم. نجم الموسم يعني اضافه كبيره جدا لفريق النادي الاهلي بقوه اكتر من اللي اديته سلفت نادي الكهرباء من عناصر الفاعله. طبعا دعم كولر كان واضح بالنسبه له، مهم جدا كان مساندته ليه، وهو يعني بامانه شديده ادى بدور، وانا بقول لك هو من اللعيبه المميزين اللي عنده، لما بيكون مركز في الكوره بيعمل حاجه 10 على 10. من اللعيبه المميزين، لعيب عنده امكانيات كبيره جدا، بقول له الموسم اللي جاي صعب، خاصه انه الانطلاقه هتيجي كمان مع يعني الدوري هيبدا منتصف سبتمبر، وعندك دوري السوبر الافريقي هيبقى برضه تحدي كبير جدا، وتكمله الكاس اللي هتبدا برضه سيمي فاينل برضه. عاوز يعني عاوز اقول لك ايه، كل لما انت تيجي تعدد المكاسب يا كابتن اسلام هتيجي يعني الراجل ده عدى الحال مين؟ على راسهم كهربا، بيرسي تاو، محمد عبد المنعم، محمد هاني، كل الناس دي كانت عندها فقد الثقه بسبب حسين الشحات. دي العناصر اصبحت عناصر هتلقى فيه كتير، وانا بقول لك مع بدايه فتره اعداد وموسم انا شايف انه كولر ما قدمش الكره اللي هو عايزها حتى الان بنسبه النسبه اللي قدمها ما تتعداش 40%. انا شايف الراجل ما زال في جعبته الكتير جدا اللي بيدور عليه وبيصل للمستوى المطلوب. اعتقد فتره اعداد هتبقى مهمه جدا، تركيز مهم جدا، العمل لازم ابص على المنافسين وانا بجري كده، شايف اللي حواليا الدوري السنه الجايه بقى دوري صعب جدا، خلاص ناس كتير هتبقى هدفها انها تحاول تعرقلك، بس انت محتاج انك انت تشتغل على اخطائك وعيوبك وسلبياتك وما تلتفتش للي بره زي ما التفتش للي بره. اذا ركزت في ملعبك وركزت في انك انت تصلح من نفسك هيبقى لك شان اخر، لو انشغلت بالضجيج اللي هيتعمل حواليك والضجه اللي هتتعمل حواليك هتخسر نفسك وتخسر في الملعب. فانا عاوز اقول لك شغل وعمل كبير جدا مش لاداره الكوره بس في الاهلي وللجهاز الفني واللاعبين، ايضا للجمهور، الجمهور بقى له عامل ودعم كبير جدا للفريق مع انطلاق الموسم. اتمنى اللي حصل الموسم الماضي يكون بدايه كمان لتاكيد وانطلاق على التفوق الاهلي في الموسم المقبل باذن الله تعالى. استاذ جمال، استاذ محمود، برضو مهم جدا، امبارح كان في حديث في لقاء تلفزيوني لبيريرا مع كابتن سيف زاهر، بريرا اتكلم قال كلمة واحدة تلخص
حال التحكيم في مصر وقال سلطه. خلاص النادي الاهلي وبياناته النادي الاهلي وبياناته يعني كانت بتطالب بتطويل التحكيم وكذا 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 خلال الفتره الاخيره. صحيح. هل كنا ظالمين الراجل خلال الثلاث اربع شهور واحنا تحديدا الثلاثه تحديدا؟ لا احنا كنا دايما بنلتمس له. واضح سكوته كان زي ما هو قال هو كان قاعد بيتفرج ما بيعملش حاجه غير ان هو بيتفرج. احنا كلامنا كان متطابق مع الكلام ده ليه؟ اوكي. يعني بينما كنا بننتقد اداء الحكام وفي نفس الوقت النادي الاهلي كان بينبه دايما رغم ان هو متصدر في البطوله من اولها لاخرها انما كان دايما بيحذر من اخطاء التحكيميه لان دي ممكن تاثر بشكل سيء جدا. صح. على فرق حتى لو خدت الدوري بالمناسبه حتى لو هي الفكره ما بالعكس ده اقوى ان انت تحذر من الاخطاء التحكيميه وانت واخد الدوري. صحيح. يعني ده دليل قاطع على انك مش بتقول كده عشان تبرر اخطاء. انت فلذلك احنا انا متفق كنا متفقين مع بريرا في هذه الاشياء. السلطه يمكن احنا ما قدرناش نقول سلطه كانت هتبقى بايخه. يعني هو اللي قالها. يعني هو اللي طلبها ونالها. ونالها وكلها. هو اللي طلبها ونالها. بالظبط كده. ونالها وكلها. فيها شطه؟ كان فيها شطه السلطه؟ هنشوف بقى لسه. ففعلا هو الراجل كان بيقر امر واقع واحنا لو تفتكر يا كابتن اسلام في كلامنا عن بريرا في الاسابيع الاخيره او في الدوري يعني منذ تولي المسؤوليه قلنا ان هو عامل الفتره بتاعه الموسم اللي فات كاستطلاع او مشاهده. بس هم ما بفهموناش كده. لا انا ما فهموناش كده ان هو طالع. بس هو الراجل قال اعترف هو رئيس الوحده لكن الناس ما فهموناش كده برضه. لا هو ما قالوش. لا هم ما قالوش كده. هو لو قال لك ان هو جاي احنا جايبين الراجل ده عشان يقعد الثلاث اربع شهور دول عشان يتفرج عشان بعد كده يقول. ما هو لازم يتفرج شويه على السلطه عشان يقدر يفرز. وهي بتتعمل يعني ولا ايه؟ ايوه الطماطم لوحدها والخيار لوحده. ولو كان الاهلي او غير يعني الحمد لله والشكر لله ان الاهلي حتى على الرغم من كميه الاخطاء التحكيميه الكبيره اللي كانت موجوده في هذا الموسم اللي احنا خدنا الدوري طبعا لا قدر الله كانت هتبقى السنه الثالثه على التوالي الدوري هيروح من النادي الاهلي لا قدر الله تتعامل يعني بسبب اخطاء تحكيميه. انت ابتديت تتعامل بعد تجربه سنتين من الاخطاء ابتديت تتعامل مع الاخطاء دي من خلال ادائك في المباريات ان انت مش بتكسب مش معتمد انك تكسب واحد لا تكسب اتنين تكسب تلاتة. أيوة عشان لو في اخطاء طبعاً دي تعوضها يعني. طبعاً. لكن اجمالا انا بتوقع ان هو مع بداية الموسم الجديد اداء التحكيم ان شاء الله نتمنى. هو قال كده يا استاذ جمال. هو قال ايه؟ احنا هو قال كلام على فكره. قال هو قال ايه؟ هو دلوقتي احنا الراجل ده حط النقط على الحروف. أيوة. قال لك صح. انا كنت جاي اتفرج. طب انت كنت تحط لا لم اتدخل انا من بدايه من الموسم الجاي انا اللي هبقى مسؤول عن تعيين الحكام. بالظبط. يعني انت ما كنتش بتتدخل في تعيين منظم. قال لك الدوري ممتاز حكام ودوري ثالثه ورابعه. الراجل قسم حتى لما جيت اتكلم على اي راي وعلى الحكام وانتباهاتهم قال لا انا ما شفتش كده وما بشوفش وماليش دعوه بالمساله دي بالزبط. انا مش هدخل فيها طرف. لكن هو قال النقطه الاساسيه اللي كانت قال لنا غيرها ان هو ده الراجل المسؤول واتحط كده عشان هو ياخد البنيات والبوكسات في وشه لكن طلع ان هو الراجل كان قاعد بيتفرج بيشوف لا هو بيخلي اللي عمالين بيعملوا السلطه جوه بيعملوا ايه وبيختاروا مين وبيشيلوا مين وبيحطوا مين. هو قال دلوقتي رسميا ان انا من السنه الجايه بس أنا اتمنى الاول اتمنى الاول اتحاد الكوره بس الاول يدي فلوس الناس الغلابه يدي فلوس الحكام الاول وبعد كده يدور على ايه على السنه الجايه. قال ان انا السنه الجايه هبقى انا المسؤول يعني معنى ذلك ان هو هيختار لجنه الحكام اللي هتشتغل معاه والعناصر بتاعتها وهيفصل الممتاز هيخليهم وحدهم مجموعه وهيخلي دور السوبر ربنا يا رب يتممه على خير ان شاء الله باذن الله تعالى. احنا مش عارفين هيبقى فيه فار ولا ما فيهوش ولا الحكام ايه وان شاء الله ربنا يوفق في الثلاث مجموعات اللي هيبقى الدوري ممتاز يعني برضه والمشهد اللي احنا عارفينه. فانا عاوز اقول لك ايه فهو الراجل دلوقتي خلاص ريحنا. اي حاجه بعد كده هيبقى مسؤول عنها مين؟ هو عم بريرا. بعد كده يبقى الحساب بقى هنشوف بقى التطوير عامل ازاي هنشوف الشخصيات الحكام اتغيرت ولا لا هنشوف الالوان هتختفي ولا لا والكلام بس النقطه برضو المهمه جدا انا دايما بعول عليها جدا المساعدين له
من المصريين صحيح. مهمين جدا، لانه حتى لو هو ما يعرفش حد لا مش هيعرف، هو يعرف من فين؟ لا يعني هو خلاص بقى عنده خبره. لا هو دلوقتي بقى عنده خبرات. انا بقول لك هو قاعد الاربع شهور بيعمل بالظبط. ما هو الاربع شهور دول هو بيراقب وبيتابع، بيشوف مين الحكام الافضل صحيح، هو بيكون انطباعاته. بس برضه يبقى الحكام او المساعدين له في لجنه الحكام مهمين جدا، فنرجو انه هل في تغيير ولا يقولوا في تغيير؟ ادينا هننتظر. يجب انا الحقيقه، انا الحقيقه تفائلت جدا بعد الكلام اللي انا سمعته منه امبارح. يجب ان يبدا، اتمنى ان هو يكمل كلام. يجب ان يبدا يا كابتن اسلام باعلان التشكيل الجديد للجنه الحكام. هنشوف. لا ده ضروري كنقطه بدايه، طالما تحمل المسؤوليه يبدا معاها. ممكن كمان ممكن اطرح سؤال؟ اتفضل. هل ممكن احنا نشوف حكام من عندنا يحكموا في الدوري البرتغالي؟ في الدوري البرتغالي؟ يعني زي ما احنا بنجيب حكام من البرتغال. ممكن نشوف حكام، ممكن يعني نشوف مثلا طعم ولا اتنين بيروح مثلا يحكموا هناك. ممكن محتاجه شغل بقى، بس عايزه ترتيبات وعايزه. لا ما هو ده شغله هو يعني. هل هو ده انا عاجبني اصراره على انه الاهلي والزمالك طاقم تحكيم بصراحة. هل ممكن دي خطوه ممكن اتمنى ان هو يعمله؟ عارف لو عمل كده هتبقى على فكره نقله مهمه جدا، هتبقى حدوثه ثانيه وثقه ثانيه. جدا حوار جدا مهم يعني. الحوار ده جه فعلا في توقيت لا يعني بصراحه انا بحيي عليه سيف زاهر. حوار مهم جدا في توقيته، ويضع النقط على الحروف في المسؤول او من المسؤول عن الاداء التحكيمي في الموسم القادم. بس ده كويس جدا، واضحه جدا. نتمنى ان هو يحصل ممكن في يوم من الايام يا استاذ محمود نشوف فريق بيصعد من الدرجه الثالثه للممتاز مباشره. هل طوال مسيرتك وتاريخك حصلت لحضرتك؟ لا انا ما شفتهاش. لا ما حصلتش صح؟ لا في بنك الحظ ده. لا لا بنك الحظ ده حاجه ثانيه. احنا بنلعب دي الجديد برضو. ما هو برضو الجديد. ما هو ده الجديد. الجديد بمعنى اولا انا مش عاوز اظلم الناس اللي تحت، لكن هو طبيعه المشهد اللي انت شايفه. من طبيعه المشهد واللي انت عملت بيه دوري المحترفين. نفسي افهم بس يعني انت سميت ده دوري المحترفين عليه اساس؟ يعني ما برضو تسميه غريبه جدا برضو. ولا في فار ولا في اي حاجه قال لك ما فيهوش فار يعني، ولا في حتى القيمه الماديه. والناس دلوقتي الناس اللي هم الانديه ال20 عاملين برضو اعتراض على عاملين اعتراض على القرار. وفي انديه منهم هددت عادي. لا في انديه منهم قالت لك لا ان احنا نلعب في ب افضل من نلعب في دوري المحترفين في ظل الانفاق الكبير جدا، وطبعا عقود اللعيبه هترتفع والناس هتطالب بفلوس. وانت هتدي له كام في الاخر يعني؟ يعني هتدي له كام من ال 30 مليون اللي انت هتاخدهم مثلا؟ يعني هتقسمها على الباقي كل واحد 3 4 مليون يعملوا ايه يعني؟ ده يخلصوا في يومين، مش في شهر، مش في شهرين، في يومين ثلاثه. ده ما يجيش من العقود. اللي انا عايز اقوله ان هو ايه، هل هو ده النظام اللي هيبقى ثابت، ولا انت دلوقتي عاوز تمتص حاله الغضب عند الانديه الشعبيه اللي هي هبطت للقسم الثالث مديها امل انها ممكن تصعد؟ يعني هل انت شايف ان هو ده المخرج، انك انت تصعد اثنين والثالث يلعب مع الثلاثه الاول من المجموعه من الدوري به، ودول هتختار منهم هيروحوا ذهاب واياب، وفي الاخر هتختار منهم واحد يصعد؟ هو طب الدوري الممتاز الف فينه من التخطيط برضه يا اتحاد الكوره؟ يعني انت مصر هتكمل بال 18 نادي؟ ما بتفكرش بكره ال 18 يبقوا 16 مثلا، تقلل مثلا المشهد، او انت عاوز توسع القاعده تحت؟ وده شيء مهم جدا. كمان النظام اللي معمول بيه الدوري المحترفين ده، انك انت تلعب دوري من دور واحد و10 فوق و10 تحت، وال10 فوق تاخد منهم الاثنين الابطال، وال10 تحت تحدد منهم الست الهابطين، واربعه يكملوا وهتطلع سته من تحت. برضو عاوز اقول لك على حاجه، يعني هل ده القرارات دي او التفكير ده تم بناء على رؤيه فنيه هدفها واضح؟ يعني الهدف ايه النهارده وبكره وبعده؟ مش شايف. انا شايف انه هو محاولات لارضاء غضب بعض رؤساء الانديه اللي يمتلكوا سيطره وقوه وصوتهم عالي، ويحاولوا ارضائهم بانه يمنحهم فرصه، بدليل انك انت حتى الان مش عارف تقسيمه الثلاث مجموعات في الدوري به. وليه دايما جايين على الصعيد؟ يعني ليه دايما يجي يقول لك مجموعه الصعيد حط النادي اللي عاوز تصعده؟ وليه نزل ثلاثه وطل او لا ليه انت جاي مستقل قوي؟ ليه مستقل قوي بديت الصعيد تروح جايب مثلا كل نادي انت عاوز تطلعه وتروح جايب على مجموعه الصعيد عشان معاه قرشين؟ يعني عاوز افهم. طب انديه الصعيد يا عم احنا غلابه على قدنا، ما عندناش امكانيات وبنسافر وبنروح ونيجي، والناس مش حابه السفر، مش عاوز، ما حدش عاوز يجي عندنا. ليه انتم مصرين يعني مش عاوزين حد من الصعيد؟ ما برضو ده غلط برضو يا كابتن اسلام. انا معاك. يعني انا عاوز اقول لك على حاجه، هناك قرارات تم اتخاذها. انا بكلمك ورئيس النادي الصعيد، رئيس اتحاد الكوره
صعيدي استاذ جمال صعيدي فعادي مش مشكله النهارده قاعد النهارده بكره خدوا برضه جيده برضه انا عاوز افهم في سنه من السنين اسوان اتعملت عليه مؤامره عشان يهبط عشان دي اتضايقت انها عماله تسافر 10 ساعات وهم ما قدروش ان اسوان المسكين بيسافر رايح جاي مثلا بيلعب ماتش على ارضه وبيلعب الباقيين ال 18 بره ملعبه بيتحمل تاخد لكن يا جماعه انت ما بتعرفش قيمه ازاي الكوره والرياضه بالنسبه للصعيد حتى لما في نادي ممسك وانا الالمنيوم موجود واختفى خلاص من على الساحه وهو راح في الدرجه مش عارف الثالثه دلوقتي ولا الرابعه انت اسوان كان عندنا فرصه سبحان الله حاله غريبه من عدم التوفيق في مباراتهم مع الداخليه وكور في القائم وفي العرض وفي الاخر كسر في طبعا كانت في ايديهم طبعا بين اقدامهم يعني فاللي انا عايز اقول ايه برضو لابد كان اتحاد الكوره برضو يا كابتن سامع انه حتى لو كانت السنه دي او الدوري اللي هيبقى جاي دوري مثلا استثنائي قول لنا هتحل المشاكل الانديه الشعبيه ازاي يعني حتى لو في قرار هيتقال بيقول لك انه اي نادي او اي حد عاوز يشتري نادي خاص ويعمله يدعم نادي شعبي لمده 3 سنين. على فكره الفكره انتوا كنتوا عايزينها. ما انا بكلمك اهو. ماشي حلوه. كان الكلام كلنا اتفكرنا عليه قلنا ايه ان احنا عندنا امل انه قانون الرياضه لما تتم التعديلات القصيره فيه يبقى في توفير وعايز اقول لك والله لن كره القدم مش هيبقى لها قيمه ولا حلاوه ولا متعه الا بالجماهير. صحيح. واحترام الانديه الشعبيه ودعمها تحت اي ظرف يا جماعه. اخيرا يا استاذ جمال واضح يا كابتن انه الموضوع ماشي بالقطعه. يعني يعني النهارده الدنيا ماشيه خليها يعني ماشيه بكره واقفه بمعنى اصح تعالى نقف يعني احنا شيء كويس قوي ان هو يعلن اتحاد الكوره ان هناك الشركه المتحده للتسويق الرياضي هي المسؤوله عن الدوري ولكن امتى بقى هتنتهي هذه الازمات؟ احنا بنتكلم بقى عن الناحيه الفنيه لا امتى هتنتهي هذه الازمات؟ احنا هنفضل كده يعني احنا خلاص الدوري كمان شهر حاجه من الاثنين يا اما اتحاد الكوره موكل من الجمعيه العموميه بعمل النظام المتكامل زي ما قلنا قبل كده الفني من اول دوري الممتاز لغايه اخر دوري اذا كان بيقول لك الرابع يا استاذ جمال اذا كان بيقول لك فرقتين يصعدوا ما هو دي انا ما شفتهاش لا دي ما هو ده يدل على ايه؟ ان هم بعد ما لقوا الدنيا هايصه قال لك ايه؟ نطلع اثنين بنراضي الناس وندي التانيين واحده ما هي طبعا وندي اللي تحت واحده طبعا يعني نازلين انتخابات السنه يعني عارف النادي الثالث اللي هو المفروض يصعد هيخش في دوره رباعيه جدا يعني انا عايز اقول لازم كل حاجه يبقى لها منطق وانت زي ما تكون طالما انت عندك القدره الشرط اللي هو اتعمل بتاع اذا كنت نادي شركه عاوز تصعد للدوري لا 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 النادي الشركه عايز تصرف على لا لا دي يعني لو عايز تعمل نادي الشركه عايزه تعمل نادي جديد تصرف بقى الاول على نادي بالظبط لازم لمده 3 سنين ترعى نادي شعبي او 3 مواسم حلو طب ما انت في ايدك اهو يعني اقصد ما حدش يقول لي ان احنا وارثين لوايح بس فكره حلوه والله فكره ما هي فكره حلوه يا كابتن بس هي الفكره في ايه؟ هتنفذ ولا لا؟ ايوه لازم تنفذ عارف الانديه هتعمل ايه؟ انديه الشركات هتستخبى انها مش انديه شركات هتروح حته ثانيه ما هو ممكن طبعا ممكن بس هي الفكره انك لازم زي ما قلت زي ما قلنا معاك هنا برضو كابتن لازم تعمل نظام متكامل من عشان تقدر تتكلم فيه وارجوهم التسميات يا جماعه التسميات يعني انا سمعت ناس الانديه اللي هي بتاعت دوري المحترفين عملوا اجتماع وطلعوا بيان النهارده طلعوا بيان بيرفضوا فيه برضو قصه ايه ان اتنين يصعدوا غريب والتالت يجي من فنيا يا استاذ جمال وماديا واقتصاديا وكل شيء انت هتلعب ازاي بفرقه درجه ثانيه اذا حبيت تمسك العصايه من الوسط طيب هبوظ الدنيا اخيرا يا استاذ محمود ممكن نشوف امتى ده ينتهي يعني اديني وقت تقول لي اسلام بص اسبوعين وتلاقي لازم كل حاجه منتهيه او سنه او سنتين او سنتين 10 قول لي لا يقعد هيقعد لغايه ما يمر الاسبوع الاول والثاني الكلام ده هيقعد شغال لكن الكلام هيقعد شغال كده؟ هيبقى شغال بس عاوز اقول حاجه لامتى طيب بس؟ ما انا بس حاجه سؤال هل احترم مجلس اتحاد الكوره الجمعيه العموميه اللي اتعملت؟ احترم مش جمعيه عموميه ما سؤال بس يا فندم هل احترمها؟ مش هي دي اللي انت خبيته؟ مش جمعيه عموميه يا فندم الشؤون القانونيه لاتحاد كره القدم في البيان اللي من امبارح افتت بانها جمعيه عموميه غير صحيحه ليه بقى؟ قالوا الاسباب عددوا الاسباب يعني يعني الورق ورقنا معرفش والدفاتر دفاترنا لا هو الراجل ما انا بكلمك اهو طيب ما انا بكلمك اللي عملت ده العمل ده هتسكت ولا هتكمل
ما انا عشان كده بسال حضرتك. لا خلاص حضراتكم اكثر خبره مني في لا الصراع. حضراتكم تقولوا لي بص امتى هنخلص من يعني امتى هنبطل نتكلم عن موضوع الدرجه الثانيه والثالثه حتى انطلاق الموسم. انطلاق انت بتتكلم بجد؟ انا بكلم وهينطلق الموسم. هينطلق الموسم وخلاص الموضوع ده ودوري المحترفين هيتعمل واثنين يطلعوا وواحد ينزل وثلاثه ويلعبوا مع بعض. بس دي لازم اعاده النظر فيها بصراحه. خلاص لو بدات المسابقه انتهى الامر. خلاص كابتن لازم تعمل نظام يعني زي الدنيا كلها. مفيش كده، مفيش اللي هو زي ما انت جيت في الدوري الممتاز. فرض امر الواقع. نعم فرض امر الواقع. بس هو السؤال هيوافقوا ازاي؟ ما انا برضه عاوز اسال 20 نادي هتوافقوا ازاي تلعب من دون فار؟ ها؟ بدون دوري المحترفين ودور اسمه دوري المحترفين هتوافق ازاي؟ طب حددت الملاعب؟ انهي ملاعب؟ لاعب ايه؟ ما انا بقول لك هنخش في قصه كبيره جدا. عموما واضح ان احنا هنفضل في هذا هنتسلى شويه يعني هنقعد الاسبوعين متعه العشوائيه متعه العشوائيه حلوه قوي. سلطه سلطه واحد سلطه وواحد متعه العشوائيه يعني نتمنى ان تنتهي هذه العشوائيه وهذه السلطه على راي بريرا وعلى راي الاستاذ محمود الحقيقه في متعه العشوائيه ونشوف ان احنا نتمنى ان نرى دوري ممتاز ب 14 نادي زي العالم كله ونتمنى ان نرى دوري درجه ثانيه الف ب 20 نادي. انا موافق على هذه الفكره ولكن عادي ثلاث فرق تصعد وفي ثلاث فرق تنزل يعني ده اللي انا زي الدنيا كلها اعرفه زي الدنيا كلها. ما نشوف ايه اللي هيحصل في هذا الامر. عموما انا بشكرك جدا يا استاذ. شكرا كابتن اسلام. شكرا جزيلا. بشكرك جدا يا استاذ محمود. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم. شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.